السلام عليكم. اللي موجود كده يقول لي الصوت شغال ولا ايه الدنيا؟ صوت تمام. طب زي الفل، ثواني نبعت اللينك على الواتس. ثانية واحدة هنزل اللينك على الواتساب عشان الناس تبقى معانا. صورتي أنا هتختفي بس الداتا موجودة. ثواني. ماشي، ثواني يا دكاترة. صورت أنا كده رجعت معاكم. عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ هنستنى دقيقتين الناس تجمع عشان اللايف بتاع النهاردة مهم أوي 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 أوي، فهستنى دقيقتين بحيث إن الإيه وحد يقول لي اللايف بابليك ولا لا، اللايف بابليك ولا لا، ومنشنوا بعض بقى، يعني الدكتور محمود والدكتورة إسراء شغالين اهو، منشنوا الناس عشان نبدأ اللايف يلا كلنا سوا. طب زي الفل، تسلم يا دكتور محمد. اللايف بتاع النهاردة ده حقيقي من أهم الحاجات في الإندو عموما، يعني اللي هيعرف الكلمتين بتوع النهاردة يبقى فاهم الاندو، اللي مش هيعرفهم يبقى ما فهمش الدنيا ماشية ازاي. دقيقة كمان على ما باقي الناس تيجي. اللي حد يقول لي اللينك اللي انا بعته على الجروب بتاع الواتس شغال، حد يدخل كده من الجروب بتاع الواتس. دكتور احمد بلبوتيك منور اللايف يا دكتورة، والله أشهر دكتور بلك بوتيك في مصر. ماشي. هتبقى هشرحها، حاضر هشرحها. عموما التكنيك اللي هنتكلم عنه النهارده هيمشي لك كل الحالات، كيرفيد مش كيرفيد كله هيمشي، كله هيبقى زي الفل. بالمناسبة اللايفات اللي فاتت كانت مفتوحة لحد، هتفضل مفتوحة لحد الساعة 12 بالليل. اللايفات اللي فاتت هتفضل مفتوحة لحد الساعة 12 بالليل، بعد 12 بالليل محدش سألني عليهم، يعني أنا أصلا كنت بقول همسحه بعد ما أخلصه، فالناس قالت لي يا دكتور وبتاع، وأنا إيه قلت خلاص مش مشكلة خليه و بس، يعني كفاية، يعني أنا سبته أسبوع بدل ساعة، سبته أسبوع. حبيبي يا دكتور أحمد نور الدنيا والله. دكتور احمد يا جماعه من الناس المحترمين قوي، واللي انا بعزهم والله من ايام حوارات التكليف والقصص بتاعتنا دي، كان من الناس النشطه جدا يعني في الموضوع، واللي بتدور على غيرها بصراحه، فعشان كده طبعا هو بيهزر في موضوع البلبوتيك عشان تبقوا عارفين، يعني هو بيهزر في موضوع البلبوتيك، راجل شغال اندو برابر دام وكل حاجه زي الفل. يعني مساء الخير يا دكتور محمد. وعليكم السلام يا دكتور تركي. لسه في هتجيبوا حد؟ لسه حد هيمنشن حد؟ منشنوا بعض، رنوا على بعض، بعتوا اللينك في اي حتة. حاضر، ما ده اهم حاجة اصلا الموضوع النهاردة، اهم حاجة في الموضوع النهاردة الاريجيشن. اللايف ده 24 ساعة، والمرة دي بجد، يعني المرة دي بجد، ومش عارف بقى يعني موضوع 24 ساعة ده يبقى بجد ولا لأ، يعني ممكن يبقوا أقل من كده، يعني أنا أصلا كنت ناوي إن بعد 12 كله هيتشال،
كله هيتشال حتى اللايف بتاع النهارده. مواعيد الاندو القادم ماشي نور. تسلم يا دكتور وليد، وحشني جدا والله. ها أبدأ ولا في حد لسه عايز يبعت لحد؟ نبدأ ولا في ناس لسه عايزة تمنشن زمايلهم؟ نتوكل على الله. يا ريت لو الدكتورة ادينا بتتابع معانا اللايف تبعت لنا الشاي. يلا بينا. الدكتورة دي شكلها مش بتتابع معانا اللايف باي. طب نصبر دقيقة واحدة عشان ما نبقاش ظلمنا حد، نصبر دقيقة واحدة. هي 10 و12 دقيقة، 10 و13 دقيقة هنبدأ على طول. جاية اهو دكتورة دينا متابعة. طب الحمد لله. بيكون أو يعني في الأول وفي الآخر، أنا الشاي عندي طول الوقت. الكارتة يا على فكرة والله والله أنا عندي لسه المشكلة بتاعت النت زي ما هي. نورك يا دكتور سند. أنا والله بفتح داتا، يعني أنا مش عايز أقول لكم بفتح فليكسات أساسا، يعني بفتح، يعني أنا فاتح دلوقتي اللابتوب والموبايل على حسابي عشان خاطر أطلع اللايف ده، لأن عندي مشكلة في النت ومش عارف أحلها. حاضر يا سلام دكتورة تعمل لكم. والله الدكتورة شاطرة جدا في الفيكسيت، بس ما بتحبش تقول لحد حاجة، تحتفظ بالمعلومات لنفسها. نورك يا دكتور عبده. طب يلا نبدأ عشان ما نطولش عليكم، وعشان برضو ما نطولش على الباقة بتاعتنا. يلا بسم الله. تسلم يا دكتورة إسراء. الدكتور عمر بيسأل ليه بقول اللي بالي بالك؟ عشان في لايف كده اتنظر، فقعدنا كل ما نقول على ميعاد النت يبوظ، النت يبوظ، ولحد النهارده النت بايظ. لحد النهارده النت بايظ. فاللي بالي بالك ده عشان ما حدش يبص لنا في اللايف والنت يفصل. فخليها اللي بالي بالك بقى عشان خاطر ايه، ما يجيش موبايل انا اللي يفصل. يلا بسم الله. طبعا احنا في اللايفات اللي فاتت اتكلمنا عن الدايجنوزس، واللي انا بقول انه من اهم الحاجات اللي لازم تبقى عارفها. وبعد كده اتكلمنا في لايف عن الاكسس، وعملنا ديمو عن الاكسس، تقريبا عملنا ديمو لكل السنين. معلش يا دكتور فؤاد 10 دقايق ولا ربع ساعة بقى، معلش. عملنا ديمو تقريبا لكل حاجة، يعني عملنا ديمو للانتيريور، عملنا ديمو للبريمولر ابر ولور، عملنا ديمو للبوستيريور 2، بوستيريور ابر 6 وابر 7 وابر 8 احمد نصر، وعملنا ديمو لللور 6 واللور 7، وكان حظكم حلو ان كان في ابر 7 باربعه روت وكان في اربعه كانال. وكان حظكم حلو برضو ان انتوا شفتوا اللور 6 باربعه كانال. تسلم يا دكتوره اسماء لسه مجدده الباقه انت. طب في عايزه معونات؟ طيب انا اللي عايز معونات، انا عمال بشتكي عشان خاطر حد ايه ياخد باله كده ويبعت لي فودافون كاش. باظ. المهم عملنا ديمو تقريبا لكل حاجة، واتمنى ان اللايفات اللي فاتت كانت مفيدة ليكم وان انتوا استفدتوا منها. وطبعا انا يعني انا بصراحة جالي رسائل كتير جدا بسبب الكام لايف اللي فاتوا، وحابب اشكر الناس اللي بعتوا لي رسائل لان هي بتفرق نفسيا يعني، وبصراحة الحاجات دي كانت بتبسطني جدا يعني. فربنا يكرمكم ويخليكم يا رب ويوفقكم دايما، واشوف كل الناس اللي بتتفرج على اللايف احسن ناس في الدنيا. موضوع النهارده الكليننج والشيبنج من اهم المواضيع اللي انت كدكتور لازم تكون فاهمها وعارفها كويس قوي قوي. خلاص، لان الاندو اهم حاجه فيه القصه دي. طب تعالوا نبدا الموضوع. حبيبي يا دكتور هيثم، تسلم. دكتور هيثم دفعتي ومن الناس المحترمين. مساء الفل يا دكاتره.
معلش بقى دكتور شعراوي، لايفك ده قطع عليا ألطف لحظة في اليوم. ماشي، مش حا... أنا مش عارف هي دي حاجة حلوة ولا وحشة، بس كمل. الكليننج والشين من أهم الحاجات اللي المفروض تعرفها، واللي معظم الناس عنده المعلومة دي غلط. معظم الناس عنده المعلومة دي غلط، إن الكليننج والشيبنج دايما في دماغك إنهم حاجة واحدة. يعني إيه حاجة واحدة؟ يعني أنا بعمل كليننج وشيبنج، ودي أكبر حاجة غلط هي موجودة عندك. الكليننج حاجة والشيبنج حاجة تانية خالص. يعني دي خطوة ودي خطوة. أبقى دكتور عبد الرحمن الخولي، دكتور رمض، ومعانا في اللايف. منور يا دكتور عبد الرحمن. ماشي. يبقى الكليننج حاجة والشيبنج حاجة تانية خالص، ودي من أهم الحاجات، أهم الحاجات اللي أنت لازم تبقى عارفها. دي حاجة ودي حاجة، خلاص؟ لأن معظم الناس دايماً لما بيلاقيه بيتكلم أو بيشتغل بيتعامل معاهم على أنهم حاجة واحدة، أنا بعمل كليننج وشيبنج يا عم، وده غلط. خلاص؟ يبقى أول حاجة هما مش بروسيس واحدة، مش حاجة واحدة، هما حاجتين مختلفين خالص. طيب الكليننج بعمل بيه إيه؟ بعمل بيه ديس انفكشن. الشيبنج بعمل بيه إيه؟ بعمل بيه الميكانيكال. خلاص كده؟ ديس انفكشن بيحصل عن طريق كليننج، والشيبنج بيعمل لي الميكانيكا. طب انا ليه بعملهم بقى؟ وعندي سؤال ومستني اجابات الناس، ايه الاهم؟ الكليننج ولا الشيبنج؟ ايه الاهم؟ كليننج اهم ولا الشيبنج اللي اهم؟ حد يقول لي كده. كليننج اهم ولا الشيبينج؟ يا دكتور كاتب بص من الجماعه بتوع ايه بين البنين عشان ما اخسرش حد. ماشي يا دكتور محمد، ماشي. كليننج كليننج الاثنين نفس الاهميه يا دكتورنا. ماشي، الاثنين دول الجماعه اللي ايه عايزين يعني يمسكوا العصا من النص. ماشي، الاثنين بيكملوا بعض. تعال نقول، بص يا دكاتره، هو للامانه، للامانه الكليننج اهم، كليننج اهم، الديس انفكشن اهم من الميكانيكا. وعايز اقول لكم على حاجه، هي مش موجوده دلوقتي، بس ان شاء الله اكيد فيما بعد هيجي وقت وهينتهي استخدام الفايلات. انت بتقول يا دكتور محمود زي ما بقول لك كده، هيجي وقت وانا متاكد ان شاء الله ان مش هيبقى فيه استخدام للفايلات، والموضوع هيعتمد على الديس انفكشن بس. الفكره في الميكانيكال هنا ايه؟ احنا ليه بنعمل ديس انفكشن وليه بنعمل ميكانيكال؟ اول حاجه الميكانيكال ده انا بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه حاجه اسمها 3 دايمنشنال شيب. يعني ايه 3 دايمنشنال شيب؟ يعني شكل ثلاثي الابعاد. طب انا ليه بعمل شكل ثلاثي الابعاد؟ هبسط لك الموضوع خالص، هبسط لك الموضوع خالص. اي حاجه معلبه انت بتجيبها من السوبر ماركت، اي حاجه معلبه من السوبر، ولنفترض ازازه المياه المعدنيه. ازازه المياه المعدنيه دي الغطاء بتاعها من فوق واخد شكل الفتحه بتاعت الازازه. ليه الاثنين واخدين شكل بعض؟ ليه الاثنين واخدين شكل بعض؟ عشان لما اجي احط الغطاء، لما اجي احط الغطاء واقفل الازازه يعمل ايه؟ يقفلها كويس. لكن لنفترض ان فتحه الازازه دايره والغطاء مربع، هيحصل ايه؟ اكيد هيبقى فيه سبيس، صح؟ طب لما يبقى فيه سبيس، لو انا رحت اشتري ازازه ميه معدنيه من سوبر ماركت ولقيت الغطاء سايب من الازازه، سايب من الازازه، كده معناها ايه؟ معناها ان الازازه دي بيدخل لها انفكشن، معناها ان الميه دي اللي وصلاني دي مش نظيفه، صح؟ صح كده؟ طيب كذلك احنا بنعمل الميكانيكال لنفس القصه، انا عايز اوجد شكل اقدر اقفله. عايز اوجد شكل ثلاثي الابعاد اقدر اقفله، طب انا الماده اللي بستخدمها في التقفيل ايه؟ الجتابركه. الجتابركه دي شكلها ايه؟ شكلها الكونيكال شيب اللي انت بتشوفه ده. خلاص، يبقى اذا انا لازم اعمل ميكانيكال يناسب شكل الفيلنج اللي انا هحطه. وصلت؟ اتمنى تكون كده ايه انا شرحتها والناس وصلتها. انا بعمل شكل ثلاثي الابعاد يناسب شكل الفيلنج بتاعي، الفيلنج بتاعي هو الجتابركه، عيدان الجتابركه، فبعمل شكل، بنعمل الفايلات شبيهه للجتابركه عشان خاطر في الاخر اعمل ايه؟ اقفل المكان ده. اقفله امتى؟ اقفله بعد ما اكون عملت له ديس انفكشن. يعني ايه ديس انفكشن؟ يعني من الاخر كده انت طهرت المكان ده وما عادش فيه اي انفكشن خالص. طيب
تعالوا نكمل والموضوع هيبان اكتر في اللي جاي. تعالوا نبص كده للاكس راي دي. الاثنين السنترال اللي على اليمين دول واصلين للفول لينس وتمام التمام اهم، وشكلهم معمول لهم سيل كويس اهو. خلاص السنترال ده واصل للفول لينس وزي الفل، ده شورت حاجات بسيطة، ومع ذلك كلهم فيهم ليجن اهو. شايفين الليجن دي اهو، كلهم حاصل فيهم فيلير. طب تعالوا نشوف بقى الفيلير ده في كل واحدة ايه السبب، يعني ليه بيحصل فيلير في الحالة دي. في الحالة دي مفيش سيلينج كويس، يعني ممكن يكون عمل ديس انفكشن للكنال بس ما قفلهاش كويس، فحصل ديس انفكشن تاني، حصل ديس انفكشن تاني. طب في الحالة دي هو قافل اهو، بس هو هنا ما عملش ديس انفكشن كويس، يعني ما نضفش الكنال دي كويس. ما نضفهاش مش معناها البريبريشن، لا هنقول دلوقتي تنظيف والديس انفكشن مش وظيفة الفايلات خالص خالص. طيب في الحالة دي نفس القصة، هنا الحالة دي فيلير بسبب انه ما عملش ديس انفكشن كويس، وفي نفس الوقت فيه سبيس، في جاب في الريستوريشن دي. خلاص طيب يا دكتور انت عمال تقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان افهمك انهم حاجتين لازم الاتنين يكونوا متواجدين. يعني ايه؟ يعني انت لازم تكون عامل ديس انفكشن كويس، وهنقول ازاي بتعمله. لازم تكون عامل ديس انفكشن كويس، وفي نفس الوقت لازم تكون عامل سيلينج كويس. من الاخر كده انت بتنظف القناه دي، بتنظفها ان ما قفلتهاش كويس من تحت، من اول الايبكس لحد الريستوريشن بتاعك، لو ما قفلتهاش كويس هيحصل جاب تاني وهيحصل انفكشن تاني. خلاص طب لو انت سبت انفكشن اصلا في المكان، يبقى انت كده ما عملتش حاجه خالص، يبقى انت كده ما عملتش حاجه خالص. وهنقول ازاي بنعمل كل واحده. نكمل. هو جودة، في دكتورة بتقول جودة الفيديو تتحسن، هو الفيديو جودته وحشة؟ حد يقول الفيديو جودته وحشة؟ حد يقول لي الفيديو جودته وحشة؟ إن أنا قدامي كويس، مش عارف. ممكن يا دكتورة منى يكون العيب في النت عندك مش عندي. انا والله فاتح من الداتا يعني، وفور جي، فمش عارف بقى، بس هو غالبا النت من عند حضرتك. طيب نكمل. يبقى زي ما قلنا هم خطوتين مهمين، ديس انفكشن وبعد كده السيلينج. ديس انفكشن وبعد كده السيلينج. تعالوا نبص الاكس راي دي كده، الاند شورت اهو، شورت ومفيش اي مشاكل خالص. ايه القصه؟ القصه ان التوز دي هتلاقيها كانت فايتال وعمل الريجيشن كويس، فعمل ديس انفكشن وبعد كده قفل من فوق، ما حصلش جاب، فبالتالي مش هيحصل اي مشاكل. عشان كده تلاقي في العياده بتاعتك يجي لك عيان عامل اندو شكله وحش جدا بالنسبه لك، انت شايفه زي الزفت، ومع ذلك عايش وما فيهوش مشاكل. ليه ما فيهوش مشاكل؟ لان الدكتور اللي عمل الاندو عمل ديس انفكشن وفي نفس الوقت قافل كويس، فما بيحصلش ريكارنت، ما بيحصلش انفكشن تاني. طبعا انا مش بقول لك كده عشان تعمل كده، انا هنقول ايه الصح دلوقتي، بس انا بعرفك ليه الاكس راي دي تبان انه شورت ومع ذلك تمام، واكس راي تانية تبان ان هو واصل للفول لينس وكل حاجه مظبوطه ومع ذلك تلاقيه في فيلير زي الاكس رايات اللي ورا دي. فكره ده للفول لينس مظبوط خالص اهو، ومع ذلك في فيلير، وده نفس القصه، الاثنين دول فيهم فيلير، وده نفس القصه في فيلير. خلاص طيب، من الكلام اللي قلناه ده، من الكلام اللي قلناه ده، هي اكبر مشكله بتواجهنا ايه؟ اكبر مشكله بتواجهنا في شغل الاندو بالذات ايه؟ ان انت ما بتقدرش تشوف البكتيريا. انت حد فيكم شاف بكتيريا قبل كده ماشي في الكنال؟ يعني حد اصطاد واحده؟ حد معاه صناره وبيصطادها من الكنال؟ لا، احنا مش شايفين حاجه. اكتر حاجه احنا شرح ايه بس، الدكاتره بتطلب حاجات، والله هقول كل حاجه بس يعني خليكم معايا واحده واحده، انا لسه هنقول لايف لسه بادئ. خلاص يبقى الشالنج بتاعي ان انا ما بقدرش اشوف الانفكشن، انت مش قادر تشوفها،
فانت بتشتغل مع حاجه مش شايفها، يبقى ايه البديل ان انا حاجه مش شايفها ان انا اتعامل معاها؟ انك لازم تعرفها، اعرف انا هتعامل مع ايه. ما دام انا مش شايف الحاجه دي يبقى اعرف انا هتعامل مع ايه، ايه الانفكشن اصلا اللي بتكون موجوده في الكنال اللي انا مش شايفها دي. ماشي، بنتعامل مع حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. بنتعامل مع حاجتين، الانفكشن اللي بتكون موجوده في الكنال في عندنا حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. خلاص كده، يبقى بالتالي انا لازم اكون عارف ايه اللي هينضف لي الاورجانيك اللي موجود في الكنال وايه اللي هينضف لي الان اورجانيك اللي موجوده في الكنال. يبقى جه الدور دلوقتي ان انت تعرف الاسلحه بتاعتك اللي هتبدا تتعامل بيها مع الحاجات دي، الاسلحه بتاعتك اللي هتتعامل معاها مع الاورجانيك والان اورجانيك. طب احنا ايه اصلا الاريجيشن اللي موجود عندنا؟ ايه الحاجات اللي بنستخدمها؟ خلوا سيبوا الفانكشن دلوقتي، تعالوا نتكلم بس في الماتيريال الاول. ايه الاسلحه اللي هستخدمها للحاجتين دول، الاورجانيك والان اورجانيك؟ اول حاجه عندنا حبيب الملايين، حبيب بابا وماما، الصوديوم كلور. ماشي، ده اهم ويعني وايه والسلاح الخطير بتاعنا. طب ده بيتعامل مع ايه؟ ده بيتعامل مع ايه؟ ده بيتعامل مع الاورجانيك. كلور بيتعامل مع الاورجانيك. يبقى احنا لقينا حاجه تتعامل مع نص القصه. احنا قلنا عندنا الانفكشن حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. الكلور هيتعامل لي مع الاورجانيك، ورخيص وزي الفل وموجود في كل حته. ماشي، يا رب ما يغلى. طيب تاني حاجه عندنا الاي دي تي اي سوليوشن. طب الاي دي تي اي سوليوشن دي، ومش الجل عشان بس محدش ايه يروح يجيب الجل ويستخدمها كديس انفكشن. ماشي، الجل دي لوبريكانت بس. الاي دي تي اي سوليوشن، الاي دي تي اي سوليوشن دي بتتعامل مع ايه؟ مع الان اورجانيك. يبقى الاثنين دول على بعض، الاثنين دول على بعض ينفع يعملوا لك ديس انفكشن للكنال. خدوا بالكم ان لحد دلوقتي ما جبت السيره الميكانيكال خالص، عشان الناس اللي عماله مستنيه ان انا اقول حط الفايل، اصبروا شويه، احنا ما جبناش سيره الفايل خالص، هنقوله في الستيبس بتاعت الشيبنج، اصبروا شويه. ماشي، يبقى عندنا اورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك هتعامل معاه بالصوديوم، والان اورجانيك هتعامل معاه بالاي دي تي سوليوشن. طب ايه تاني عندنا موجود كاريجيشن؟ عندنا الكلوروكسيدين. الكلوروكسيدين بيتعامل مع ايه؟ مع الان اورجانيك. هو كمان هو كمان. فالموضوع اوبشنال بقى، عايز تستخدم الاي دي تي سوليوشن، عايز تستخدم الكلوروكسيدين، عايز تستخدم الثلاثه زي الفل. بس ايه المهم؟ المهم ان انت لازم تفصل. يعني انا دلوقتي حطيت صوديوم في الكنال، لازم تفصل بين الصوديوم والاي دي تي سوليوشن بصلاين. طب هتحط كلوروكسيدين، لازم تفصل بين الصوديوم وبين الكلوروكسيدين بصلاين. طب هل الصلاين ده نفسه اريجيشن؟ لا، ده ميه، عايز تشرب ولا حاجه عطشان مفيش مشاكل، لكن ده كاريجيشن مش اريجيشن، هو نقدر نعتبره كده في الاندو غسول. خلاص، تعتبروه في الاندو غسول. ماشي، يعني بتفصل بيه بين نوع الاريجيشن اللي هتستخدمه والتاني. يعني انا دلوقتي انا عن نفسي بحب الصوديوم والاي دي تي سوليوشن، بفصل بينهم بايه؟ بفصل بينهم بالصلاين. تمام كده، يبقى وظيفة الاريجيشن ده ايه؟ ليه بقى الموضوع مهم قوي كده؟ اول حاجة هو بيعمل سولفنت للنكروتيك تيشو اللي موجودة، وانتي باكتيريال اكشن، دي وظيفة مهمة جدا. ومش بس كده، هو بيشيل لك الدبريس. لما هيشيل الدبريس هيسهل عمل الفايلات، يسهل عمل الفايلات، ما هو الصوديوم ده لوبريكانت برضه. خلاص، فبيسهل عمل الفايلات وبيشيلها الدبريس اللي موجودة في الكنال. ايه بليتشنج اكشن دي؟ التوس النكروتيك دايما هتلاقي لونها مغير، لونها مغير. لما بتعملها اريجيشن محترم، او بتعملها اريجيشن محترم، بتبيض، السواد اللي فيها ده بيطلع بتبيض. فده دي كلمه البليتشنج اكشن. الافكس في الانسترومنت طبعا كلنا عارفينها. الصلاين بفصل بيه بينه وبين الكلوروكسيدين، لان هو بينتج راسب ماده كارسينوجينيك، مش موضوعنا يعني، بس عموما هو لازم تفصلي بينه. خلاص، في مواد رواسب بتنتج من ان الكلوروكسيدين ده تحطيه بعد الصوديوم على طول، والماده دي كمان كارسينوجينيك، فلازم بنفصل بينهم. خلاص، طيب اول حاجه قلنا
بيدوب النكروتيك تيشو، انتي بكتيريال اكشن، ريموفينج الدبريس، بليتشنج اكشن، افيكاسي في الانسترومنت لان هو لوبريكانت وفي نفس الوقت بيشيل كل حاجه موجوده في الكنال، فبيسهل عمل الايه الفايلات. طيب ايه الادوات الثانيه اللي بنستخدمها في الاريجيشن؟ السايد فينتد نيدل. ايه فكره السايد فينتد نيدل دي؟ الفكره اللي فيها ان هي بتبقى مبدئيا اهم حاجه فيها ان هي بتبقى فاتحه من الجنب، فاتحه من الجنب مش ابيكال. ليه مش ابيكال يا دكتور؟ لان المفروض ان الاريجيشن ده بنوصله للكنال معظم، يعني مش للكنال كلها، احنا بنوصل لحد من 2 ل 3 مللي قبل الايبكس وبنعمل اريجيشن. طيب لو الفتحه دي من تحت بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها صوديوم هايبوكلورايت اكسيدنت، وهنقولها دلوقتي وهجيب لك صور لحالات كمان. خلاص؟ الاكسيدنت دي صعبه. صعبه. صعبه لدرجه ان مش هي عباره عن تروما بس ما اسمهاش تروما، هي اسمها اكسيدنت، يعني كان واحد عامل حادثه. فالموضوع مش سهل، الموضوع كبير. خلاص؟ الموضوع كبير، سايد فينتد دي مهمه قوي قوي قوي. وفي حاجات منها، حاجات منها اوتوكلافابل. يعني بتتعقم، تقدر تستخدمها مره واثنين. خلاص؟ فما تستهونش بالموضوع ده، لان لو حصل معاك اكسيدنت هتندم على اليوم اللي ما اشتغلتش فيه بسايد فينتد. خلاص؟ من اهم الحاجات ما تشتغلوش بالسرنجه العاديه. طب يا دكتور لو انا هشتغل بالبتاع العاديه دي لازم تكون لوس خالص في الكلام، وطبعا انا ما انصحش بيها، بس يعني نفترض ان واحد ما فيش فايده هو مصمم انه يشتغل بيها. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف الاكسيدنت دي شكلها عامل ازاي؟ شايفين المناظر دي؟ متخيلين الموضوع؟ موضوع مش سهل، ما فيهوش يعني ما ينفعش تتهاون فيه. خلاص؟ الاكسيدنت بتبقى صعبه، ومن اكبر عيوبها، من اكبر عيوبها ان البيشنت بيحس بالبين وقتي لحظي، يا دوب بيحصل ان الاريجيشن يخرج بتبص تلاقي العيان بدأ يتألم، والألم اللي فيه ده بيزيد بيزيد. ومش بس كده، ده الألم بيبدأ يورم ويبان يظهر، يعني هو قاعد انت يا دوبك طلعت السرنجة اللي انت حاططها اللي هي مش سايد فينتد، بتبص تلاقي البيشنت حاسس بألم، ايه ده؟ وجع 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 بيزيد. بص تلاقي لو سبته دقيقتين ثلاثة 5 دقايق بص تلاقيه بدأ يورم. الموضوع ايه؟ مش سهل. وطبعا الدرجه بتاعتها يعني شكل الاكسيدنت بيختلف من واحد للتاني وعلى حسب الكميه اللي عدت. خلاص؟ يعني في ناس بيبقى الموضوع كبير وناس بيبقى الموضوع مش كبير، بس في الاخر حاضر هقول لكم ازاي تتعاملوا معاه. يبقى في الاخر احنا لازم نتجنبها الاول يا دكتوره سلمى، يعني لازم نتجنبها الاول ماشي قبل ما نعرف التعامل معاه، بس هنقول دلوقتي نتعامل معاها ازاي. طيب حصلت، ايه اللي بيخليه يحصل مع السايد برضه يا دكتور؟ يحصل مع السايد في حاله واحده، لو انت اللي خرجت النيدل نفسها من الكنال، يعني انت بقى مش واخد الانسات خالص وشغال ايه ببركه دعاء الوالدين، فانت اللي مخرج الاريجيشن اصلا بايديك. خلاص؟ هقول المانجمنت حاضر حاضر. بعمل ايه؟ من اهم الحاجات، من اهم الحاجات اللي المفروض تعملها وقتي في نفس الثانيه، ان انت تجيب سلاين وتخليه تعمل بيه اريجيشن، بس تخليه يعدي، يعني انت تعديه من الايبكس. ليه؟ عشان يقلل التركيز بتاع الصوديوم ده، ما هو الصوديوم بره، لما احط له سلاين هيقلل التركيز بتاعه، وكانك ضفت على الصوديوم ميه. خلاص كده؟ يبقى اول حاجه تعدي الايبكس، تخلي السلايم بتاعك يعدي، انت اللي تخليه يعدي، دي رقم واحد ماشي. طيب ايه تاني بعد كده؟ بعد كده هتاكد على البيشنت بتاعك بكذا حاجه. رقم واحد لازم كمادات ميه ساقعه اول 24 ساعه طول الوقت، طول الوقت بيعمل كمادات ميه ساقعه. خلاص؟ طب بعد اول 24 ساعه كمادات ميه سخنه، تعملها معامله التروما. خلاص؟ هي اصلا يعتبر تروما، بس نكمل ماشي. طيب ايه تاني؟ التريتمنت بقى هتديله علاج ايه؟ هتديله انتي بايوتيك، هتديله انتي انفلاماتوري زي الالفانتير، وانتي بايوتيك زي الهاي بايوتيك والاوجمانتين وكل اللي انت عارفه بقى ماشي.
هتدي له ايه تاني؟ نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الايبوبروفين، ماشي. في بعض الدكاتره بتدي بتدي دول كويسين يعني، دول ممتازين. الانتي بايوتيك الالفانتير، النان استرويدال انتي انفلاماتوري دراج، واللي اهم من التريتمنت واهم من العلاج، اللي اهم منهم هو ان انت تخليه يعمل كمادات ميه ساعه اول 24 ساعه بالذات. لو عملهم طول الوقت الورم ده مش هيبقى بالمنظر ده، خلاص. طب ينفع نحط سلاين على يعني ايه؟ مش فاهم. في العادي يعني، ولا انت قصدك ما انت كده بتخفف التركيز بتاع السلاين؟ احنا هنقول دلوقتي التركيز بتاعه بقى كام دكتور؟ لا ما اتش تو تو، والله انا شفت كلام عن الموضوع ده، بس انا يعني ما انا اللي بستخدمه زي ما بقول لك كده. اتش تو تو ده انا ما اعرفش عنه. لا في العادي، لا في العادي انت محتاج التركيز، انت محتاج اصلا الصوديوم يبقى مركز عشان خاطر يعمل ديس انفكشن. انت محتاج تركيز الصوديوم عشان خاطر يعمل ديس انفكشن للكنال. انت لو خففته مش هيقول لك لا، بس هتبقى بتعمل اريجيشن بصلاين، خلاص. طيب نكمل، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاريجيشن. قبل ما اخش في الجزئية الجاية دي عايز افهمكم حاجة. هو ايه اكبر حاجة ممكن تسبب فيلير في الاندو؟ ايه السبب الرئيسي في اي فيلير بيحصل في الاندو؟ حد يقول كده؟ في سبب هو السبب الرئيسي في اي فيلير ممكن يحصل في اي اندو في الدنيا. احنا مش اصل هنا دكتور مهند انا مش هو ده مش ابسس، ركز بس، ده مش ابسس سبريد للانفكشن. مش بنتكلم على انت، حتى الانتي بايوتيك هنا بتديه ك ك يعني عشان ما يحصلش مشاكل، لكن هو احنا هنا مش ما عملتش ديس انفكشن كويس، بكتيري ما عملتش ديس انفكشن كويس. حد انا عايز سبب واضح يعني، ما هو ده سبب يعني، ما عملتش ديس انفكشن في الاخر. ايه السبب الرئيسي في اي فيلير في الاندو؟ مش شرط انكمبليت كلين، لا برضه ان مفيش في سيل، كل دي اسباب ماشي. كل اللي انت بتقوله ده بيعمل ايه؟ في حاجه حصلت، ايه بقى الحاجه اللي حصلت دي؟ برضه مش شرط ابيكال كورونا سي، مش شرط كل دي اسباب. انا عايز بس دكتوره ولاء، دكتوره ولاء، بس ان في انفكشن. كل اللي انتوا بتقولوه صح، كل اللي انتوا بتقولوه صح، بس كلهم بيروحوا لحاجه واحده في الاخر. ايه هي؟ ان في انفكشن. مس دي كانال يعني في انفكشن. ما عملت السيل كويس في انفكشن. ما عملتش ايبيكال سيل كويس او فبرضه في انفكشن. كل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده معناه حاجه واحده في الاخر، ان حصل انفكشن. خلاص كده؟ ان حصل انفكشن. اسباب الانفكشن كتير. خلاص؟ طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان افهمك في الاخر ان الديس انفكشن ده في غايه الاهميه، في غايه الاهميه، خلاص. هو الاساس، انت لازم تعمل ديس انفكشن، تمام كده. طيب بعد ما اعمل ديس انفكشن، مهم بقى في الاخر ان انت تعمل سيل، ما تسيبش مجال ان يحصل انفكشن تاني بكل الطرق بقى، خلاص. تعالوا نكمل. يعني ايه ريسبكت الروت كانال كومبلكسيتي؟ يعني ايه؟ في ناس بتبقى متخيله ان الكنال اللي موجوده في كل توس عباره عن ماسوره ماشيه مستقيمه كده، يعني فاتحه مكمله من الاول للاخر، ليها بدايه ونهايه، ماشي. بس هو الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، هي مش فاتحه ولازم ليها بدايه ونهايه، هي يعني ممكن يكون ليها تفرعات، صح؟ يعني ممكن يبقى فيها اكسسوري كانال، وممكن يبقى فيها حاجات واصله ببعضها، صح كده؟ مش الكلام اللي انا بقوله ده حد مختلف معايا فيه؟ طبيعي ان ممكن يبقى فيه كومبلكسيتي في الكنال. طب انت يا دكتور بتقول لنا الكلام ده ليه؟ وليه لازم تعمل ريسبكت الروت كانال كومبلكسيتي؟
ليه بقى؟ احنا من شويه عملنا ديس انفكشن للكنال دي صح؟ بالإيريجيشن بتاعنا زي ما قلنا عندنا اورجانيك وان اورجانيك، وهنقول تعمل إيريجيشن ازاي دلوقتي؟ عندنا اورجانيك وان اورجانيك، وعرفنا ايه اللي بيشيل الاورجانيك وايه اللي بيشيل الان اورجانيك. طب الاجزاء دي هنضفها ازاي؟ دي لا فايل رايح لها، وبالإيريجيشن العادي بتاعك برضو ما تقدرش تروح لها. فازاي بقى احترم القصه دي؟ عن طريق حاجه اسمها الاكتيفيشن للإيريجيشن. يبقى احنا بنعمل اكتيفيشن للإيريجيشن عشان الحاجات اللي احنا مش واصلين لها دي. طيب هو الاكتيفيشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الاكتيفيشن ده؟ انت لما بتحط السلاين او الاريجيشن، سوري، الصوديوم او اي اريجيشن بتحطه، بيحصل ايه؟ بيكون عامل شبه ميه حمام السباحه. حمام السباحه بيبقى فيه حته كده معموله والميه ثابته، فلو في اي فتحات اي فتحات تانية الميه مش هتخبط فيها، هي الميه ثابته، يعني الميه هنا كده ماشي ما فيهاش حركه خلاص. غير تخيل ان انت الميه الراكده دي اللي هي الثابته دي عملت فيها حركه، يعني اديتها حركه، اديتها زي دوامات، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تتحرك. طب لما هتتحرك هتروح فين؟ هتروح هنا. فالاكتيفيشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل حركه في الاريجيشن اللي محطوط في الكنال اللي انت حاطه هنا، يبدا يخليه يخش في الاماكن اللي انت مش قادر توصل لها، فيعمل ديس انفكشن للاماكن دي. وصلت؟ دي اهميه الاكتيفيشن بتاع الاريجيشن. خلاص انا هقول كل حاجه بتعمل ازاي، هنقول كل حاجه بتعمل ازاي، انا بس بنعرف الحاجه الاول. هل يا دكتور الصوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت بيحصل نتيجه ان الاريجيشن عدى الايبكس؟ طبعا طبعا. طيب ازاي بعمله؟ ايه الحاجات اللي بعمل بيها اكتيفيشن دي؟ رقم واحد المانوال بتاع الغلابه، بتاع اللي معهوش خالص، بيتعمل ازاي؟ ماستر كون بتاعك وبالتويزر، وبتبدا تعمل ستروك، تفضل تحرك الماستر كون بتاعك فين؟ في الكنال كده 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 كده، تعمل فيه حركه انت اللي بتعملها بايدك، ده مانوال خلاص، ده يعني اللي معهوش اي وسائل تانية خالص. طب ايه التاني؟ حاجه اسمها سونيك، ده جهاز بتشتريه خلاص، بيعمل سونيك اكتيفيشن وليه تبات بتدخل في الكنال ويعمل السونيك اكتيفيشن. تالت حاجه الالتراسونيك، ده بقى اللي متوفر مع معظم الناس، جهاز اللي هو بتاع السكيلينج خلاص، بيركب عليه تبات بتبقى رفيعه شويه وبتدخلها في الكنال من غير طبعا ما تشغل الكولنت، تفصل الكولنت وبتبدا تعمل ايه؟ اكتيفيشن خلاص. السونيك ده الالترا سونيك ده يعمل ايه؟ يعمل نفس القصه، يعمل حركه في الكنال، بس طبعا السونيك والالترا سونيك بيعملوا حركه رهيبه، لكن المانوال ده يعني اللي ما فيش حاجه خالص يقدر يستخدمه، يعني اللي مش معاه الامكانيات التانيه دي يقدر يستخدمه خلاص. دي الميثود بتاعه الاكتيفيشن. طيب انت بقى يا دكتور بتعمل ايه؟ عشان ما نقعدش بقى ايه. لا يا دكتور هو مش هيعمل بريشر عشان يزق الصوديوم، ما في اماكن فاضيه فوق، ايه اللي يخليه، ايه اللي هيزقه تحت؟ مش هيتزق، انت بترفع الجتابركه 2 ل 3 مللي، وبعد كده بتفضل تحركها وانت يعني تخليها توصل، يبقى في 2 ل 3 مللي تحت خلاص. احنا لسه هنقول دلوقتي احنا بنعمل الاريجيشن ازاي، خلوكم معايا واحده واحده. احنا بنقلل، هنقول دلوقتي، هنقول هقول والله هقول، استنوا بس، معمل وماستر كون عندنا كده، بعد كده معنى كده ان الاكتيفيشن بيحصل بعد ما هقول والله هقول كل حاجه، اصبر دقيقه. كل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده الاريجيشن بروتوكول ده اللي انا هشرحه لكم دلوقتي، ماي اريجيشن بروتوكول ده، كل ده بيحصل امتى يا دكتور؟ بيحصل بعد ما بخلص شيبنج خالص. انت خلصت بالفايلات خالص، خلصت بالفايلات، بتبدا تعمل الاريجيشن بروتوكول. عشان كده في اول اللايف اول حاجه قلتها ايه؟ لازم تبقى عارف ان هما تو ستيبس مش واحده بس، تو ستيب مش واحده بس. طب يا دكتور ما انا بعمل اريجيشن وانا شغال بالفايلات، ده انت بتعمل اريجيشن وبتعمل لوبريكانت للفايلات، لكن اللي انت بتعمله في الوقت ده هو الشيبنج. اللي احنا بنقوله ده والاريجيشن بروتوكول اللي هشرحه ده بيكون بعد ما خلصت خالص
وكمان شفت الماستر كون بتاعك واصل للفول لينس وصورت الماستر اكس راي والدنيا تمام والدنيا زي الفل وخلاص هتعمل اوبتيوريشن، بتعمل الاريجيشن بروتوكول ده. وصلت دي؟ وصلت. الاريجيشن بروتوكول ده بعمله امتى يا دكتور؟ بعمله بعد ما اخلص الشيبنج خالص. عشان كده في اول اللايف قلت لكم يا دكاترة ما همش حاجة واحدة، هما الاتنين مش حاجة واحدة. خلاص؟ طيب ايه بقى الاريجيشن بروتوكول وبعمله امتى؟ زي ما قلنا بعمله بعد ما بخلص الشيبنج خالص ووصلت للماستر كون بتاعي، ببدأ اعمل الاريجيشن بروتوكول ده. بعمل ايه؟ رقم واحد بحط الصوديوم في الكنال وبعمل له اكتيفيشن لمدة دقيقة. خلاص؟ تركيزه كام يا دكتور؟ فول كونسنتريتد. فول كونسنتريتد اللي هو اصلا في الماركت بيبقى كام؟ بيبقى تقريبا 5.5. معظم الحاجات اللي بتيجي في الماركت تبقى التركيز بتاعها 5.5. طب اسال سؤال بس، يا ريت اللي يعني اللي حضر معايا كورسات ما يجاوبش عليه يعني، معلش. ليه ما فيش؟ طبعا الصوديوم اللي موجود في الماركت كله 5.5، واحنا اللي احنا بنستخدمه بيبقى من 2.5 كده لحد ايه 5 و5.5. ليه ما فيش صوديوم تركيز 20% مثلا؟ حد عارف؟ هقول والله لسه اما نتكلم في الفايلات هقول. خلونا احنا لسه بس بنتكلم على الاريجيشن. ما تقولش يا دكتور فؤاد، ليه ما فيش بتاع صوديوم تركيز 20%؟ ليه ما ينفعش قصدي استخدم صوديوم تركيزه 20%؟ ليه ما ينفعش استخدم على ليه ما يستعد ما ينفعش استخدم صوديوم تركيز 20%؟ ليه ما ينفعش استخدم صوديوم تركيز 20%؟ هيسيح الإزازة، مش هيبقى افكتد، يقل مفعول. ها، ليه ما ينفعش استخدم تركيز 20% وياكل الدنتين بكمية كبيرة؟ الشيء اللي بيزيد انا حده بتقرب ضده اكتر من كده يعتبر توكسيك، هياكل السنة عشان يأثر على الدنتين، هيأثر على الروت. سام؟ طب ما دكتور احمد، ما الصوديوم العادي سام برضه كله سام، هيرسب املاح، تحضر فريش، يأثر على الدنتين، هياكل متوس ستراكشر، انجري تول ادجسنت تيشو. طب ما على فكرة برضه هو ده انجري يعني، كل ما هو ده برضه لو خرج بره بيبهدل الدنيا عادي، ما هو ده برضو الخمسة ده ونص ده بيرنينج للسوفت تيشو توكسيك اكتر. ماشي، عشان ما ينفعش هيحرق الكنال. ماشي طيب، انا اقوله خلاص. هو اللي احنا بنشوفه اللي هو الخمسة وخمسة ده، هو ده اصلا اللي بيبقى موجود في الصورة السائلة يعني، هو اصلا لو اكتر من كده مش هيبقى يعني مش موجود. خلاص، مش عشان بقى كل ال بس هو اصلا مش موجود، مفيش حاجه اسمها، لانه هي دي الصوره السائله، هي دي الصوره السائله بتاعته. التركيز الناس لا، هو لو زاد عن كده هيأثر في البكتيريا اكيد اكتر يعني، بس هو ده التركيز اللي بيبقى موجود في الصوره السائله عشان يتعبى في ازايز وفي قصص دي. ها، هو موضوع يعني الهزار مش لل اه بالظبط. بس يا دكتور واشنطن دول ده بعد ما سمعتيها بقى اكيد. خلاص، هو ده الحاجه اللي موجوده في الصوره السائله. المهم نرجع للموضوع. بعمل ايه؟ اول حاجه بحط الصوديوم ده اللي هو المركز، الكلام ده كله زي ما قلنا بعد ما بنخلص ونتاكد ان الماستر كون واصل للفول لينس وكل حاجه زي الفل، بحط الصوديوم واعمل له اكتيفيشن لدقيقه. تاني حاجه بعمل ايه؟ سلاين ووش، بغسل الصوديوم عشان استخدم ايه؟ استخدم الاي دي تي اي سوليوشن. انا بتكلم على ايه؟ عايز تستخدم الكلوروكسيدين استخدمه. خلاص، الاي دي تي اي سوليوشن الاثنين ينفعوا، مش محدش يقول لي ليه يا دكتور ما بتستخدمش كلوروكسيدين، الاثنين ينفعوا. احنا بس انا عايزك تبقى فاهم ان احنا عندنا حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك بيجيبها الصوديوم والان اورجانيك بيجيبها الاي دي تي اي سوليوشن وبيجيبها الايه؟ الكلوروكسيدين. حلو، بعد كده بغسل بسلاين، بعد كده بجيب الصوديوم تاني
واعمل له اكتيفيشن لدقيقه، اخر حاجه سلاين وور. طيب هل ده في كل الحالات؟ لا مش في كل الحالات، بمعنى لو حاله فايتال ممكن ان انت تعمل ده لمره واحده يبقى كافي، طبعا لو عملته مرتين يبقى كتر خير، انت كده يعني متاكد انك عملت ديس انفكشن. طب لو حاله نكروتيك، لا لازم تكرر الخطوه دي تاني. طب لو بتعمل ري تريتمنت، لا تكرر الخطوه دي مرتين، يعني تعمل ريجيشن بروتوكول ده 3 مرات. ليه؟ لان في النكروتيك بيبقى السمير لاير دي اللي هي الانورجانيك بتبقى موجوده واحنا متاكدين انها موجوده وبيبقى حجمها كبير شويه. طب في الري تريتمنت بيبقى الحوار اكبر، يبقى الحوار اكتر، فمحتاج حاجه تكرر السايكل دي كذا مره عشان خاطر تقدر تعمل ديس انفكشن للكلام. طيب شايفين بقى في الاخر خالص، بقول لك اهو الريجولر اريجيشن اللي انت بتستخدمه مع الفايلات وانت شغال، بنستخدم الصوديوم هايبوكلورايد، يعني الصوديوم الريجولر اريجيشن بتاعنا واحنا بنشتغل بالفايلات. خلاص ده بنستخدمه عشان خاطر لوبريكانت وبيشيل الدبريس ماشي، وفي نفس الوقت عمال يعمل كيلينج للبكتيريا وبيعمل ديس انفكشن، بس مش هو الاساس. ده حاجه اسمها ايه؟ ريجولر اريجيشن، بعمله بين ايه؟ بين كل فايل وفايل. خلاص كده؟ اه فعلا واحد صاحبك خد شوكولاته على الهبده دي. خلاص يبقى الريجولر اريجيشن بتاعي وانا شغال بستخدم الصوديوم هايبوكلورايد، انا عن نفسي بستخدمه فول كونسنتريتد، بس انت لو عايز تخفه شويه مفيش اشكال، مفيش مشكله يعني، عايز تخفه شويه بس يبقى حاجه بسيطه، ما تروحش. في ناس بشوفها بيجيب نص البتاع صوديوم ونصها ميه، طب انت كده فين؟ التركيز راح فين؟ التركيز راح كده في داهي. خلاص او يحط شويه كده شويه ميه وبعد كده يملى البتاع شويه، قصدي صوديوم، ويملى الكوبايه ميه. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط كده، ما هو كده بيعملش حاجه، انت كده قلبته ميه ماشي، يعني ممكن تلات ارباع الكوبايه ميه وشويه تلات ارباع الكوبايه صوديوم مثلا، وتزود شويه شويه ميه. ده فين؟ في الريجولار اريجيشن اللي انت بتستخدمه بين الفايلات. احنا قلنا الصوديوم بعمل بيه بحطه واعمل بيه اكتيفيشن، افضل اعمل بالالترا سونيك كده اكتيفيشن لمده دقيقه. الاي دي تي سوليوشن بغسل بيه، مجرد ما غسلت خلاص بعد كده بحط الصلاين بغسل بيه بس. خلاص طيب نكمل. طيب احنا فين كده؟ كده في خطوة ناقصة، ثواني كده يا دكاترة معلش. لا تمام ماشي، مش خطوة ناقصة ولا حاجة. نرجع لموضوعنا. طيب احنا دلوقتي ايوه هو نفس الصوديوم والله، هو مش كل البيشنت بيوافقوا بالرابر ده فلازم نخففه ولا ايه؟ هو المفروض الدكتورة يعني تعملها ايزوليشن، هو الفكرة مش هو انت لو يعني ايه مش كل البيشنت بيوافقوا، يعني ايه وافق بالرابر ده؟ يعني ايه وافق؟ لو عنده حساسية ماشي، او في سنسيتيفيتي، لكن هو اصلا مريح ليه؟ ولو هتقولي لي في ناس هتقول لي مثلا في ناس بتتنفس من بقها، انت ممكن تفتح له فتحة، ممكن تفتح له فتحة في الرابر ده عادي. الريجيشن بروتوكول بحط الصوديوم بتركيزه العادي من غير تخفيف. اه بحطه من غير تخفيف، انا في العموم بستخدمه من غير تخفيف، بس في الاول لو انت في البدايه عايز تخففه في الريجولار اريجيشن اللي هو بين كل فايل وفايل ماشي، لكن في العادي بحطه بدون تخفيف. الفول كونسنتريشن يا دكاتره، لو عدى الايبكس دي مشكله، حتى لو هو مش لو هو متخفف. احنا دلوقتي سيبك من الصوديوم هايبوكلورايت اكسيدنت، يعني ايه استخدمه هو معد، لو عدى الايبكس انت بتوقف خالص شغل زي ما قلنا في صوديوم هايبوكلورايت اكسيدنت، وبتعمل الريجيشن بصلاين والبيشنت بيمشي وبتكتب دي حاجه ودي حاجه خالص تانية خالص خالص. خلاص
في منه الوان وفي منه عادي، يعني انت روح هات الصوديوم العادي، مش لازم تروح تجيب الالوان. حاضر 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 حاضر، هقول لكم كل حاجه. الاوبن ايبكس يا دكتور برضو بستخدم لها الصوديوم عادي خالص، حتى لو هي اوبن ايبكس. بس احنا بصوا يا دكاتره، الاريجيشن اي اريجيشن بروتوكول هي هتيجي في الاخر، بس هقولها دلوقتي. انا ما بدخلش السايد فينت النيدل دي للفول لينس، انا زي ما قلت بأثر من 3 ل 4 مللي، فهي حتى لو اوبن ايبكس الاريجيشن بيطلع لبره، الاريجيشن بيطلع لبره ما بيدخلش لجوه. السايد فينت النيدل بتطلع في الجنب، فهيطلع مش هيدخل خلاص، حتى لو الحاله اوبن ايبكس والله بيطلع مش بيدخل. هو الفكره مش في، الناس متخيله الموضوع غلط، هو لازم يطلع من الايبكس ببريشر، وده عيب السرنجات العاديه ان هي لتحت، فهي بتضغط لتحت، فعشان كده بيحصل الاكسيدنت. لكن الموضوع مش مجرد التلامس، مش مجرد التلامس، الفكره في الاكسيدنت دي ان يبقى في بريشر، انت مدخل النيدل ومحشوره محشوره كده في الكنال ومدخلها جامد، وهي بتطلع من تحت، فتيجي تضغط الاريجيشن بينزل لتحت ومفيش مجال انه يخرج، انت بتضغط عليه، انت اللي بتعمل بريشر. فهمتوا موضوع الاكسيدنت ده؟ الاكسيدنت بيحصل لما يحصل بريشر، ماشي؟ فالاوبن ايبكس عادي انت بتعمل الاريجيشن بيكون اقصر من 3 ل 4 مللي، حتى لو الحاله اوبن ايبكس، ما دام مفيش بريشر وانت مش ضاغط عليه خلاص. طب نكمل، عشان يعني في حاجات هتتقال، عشان بس الناس ما تبقاش مستعجله، في حاجات هتتقال. طيب انا دلوقتي فتحت الاكسس بتاعي، المفروض ان انت ايه، تبدا بالفايلات؟ لا بص يا دكاتره، احنا ممكن نعدي ان انت تعمل اكسس بدون رابر داي ومش عامل ايزوليشن، لكن ما ينفعش ما ينفعش تشتغل في اي كنال وانت مش عامل رابر داي. احنا قلنا اهم حاجه ان انت تعمل ديس انفكشن للكنال دي، اهم حاجه ان انت تعمل ديس انفكشن للكنال دي، فما ينفعش تشتغل وانت فاتحها بحري، لازم تعمل ايزوليشن. خلاص بنعمل ايزوليشن بيه، بنعمله بالرابر ده. خلاص ليه بقى؟ اول حاجه سيفتي، ايزوليشن ده بيعمل سيفتي للبيشنت من كل الحاجات اللي انت بتشتغل بيها، زي الاريجيشن ماتيريال اللي انت بتشتغل بيها، المواد اللي انت بتشتغل بيها دي. ما هو الصوديوم ده سام على فكره، والصوديوم ده طعمه زباله، والصوديوم ده ريحته ازبل، وكل العيوب اللي ممكن تتخيلها، والبليدنج اللي بيحصل من التوس، وكل المشاكل دي انت بتعمل له سيفتي منها، وحتى من الاسترومنت اللي انت بتشتغل بيها. خلاص يبقى رقم واحد سيفتي للعيان، سيفتي ليك انت. كورونا دلوقتي بتتنقل بايه؟ ها؟ ماشي؟ اي حاجه من العيان هتأذيك انت حامي نفسك منها. خلاص؟ طيب بيزود السكسس ريت، احنا قلنا احنا اهم حاجه نعمل ايه؟ ديس انفكشن. طب الانفكشن دي حاجتين، ممكن تكون الانفكشن اللي موجوده في الكنال اصلا اللي انت شغال فيها، ممكن تكون الانفكشن اللي موجوده في بقه هو. خلاص؟ فانا مهمتي ان انا اعمل ديس انفكشن. طيب ديس انفكشن ده هيساعدني عليه ايه؟ الايزوليشن، انه مش هيدخل لي انفكشن تاني، الحاجه اللي بشيلها بتطلع. خلاص؟ طيب بس كده؟ لا مش بس كده، بيعمل لك بيزود لك الاكسسبيليتي والفيزابيليتي، وهي بندورها هتزود لك السكسس ريت. يعني ايه الاكسسبيليتي والفيزابيليتي؟ جرب الناس اللي ما بتشتغلش برابر دام، او الناس اللي اشتغلت برابر دام واشتغلت من غيره، يا ريت يقولوا في الكومنتات انت بتبقى شايف اكتر فين، وانت حاطط الرابر دام ولا وانت شايله، وانت حاطط الرابر دام بتبقى شايف كويس جدا جدا، شيل الرابر دام الرؤيه بتختلف خالص. خلاص يبقى الاكسسبيليتي والفيزابيليتي بتزيد كميه كبيره جدا طول ما انت مركب الرابر دام. خلاص الحاجه الثانيه اسيبتك فيلد، اسيبتك فيلد يعني ايه اسيبتك فيلد؟ يعني المجال اللي انا بشتغل فيه انا مخليه ما فيهوش انفكشن، مش انفكشن بتيجي من العيان، مش انفكشن بتيجي من اي مكان. خلاص فاسيبتك فيلد دي وظيفه الايه، الايزوليشن اللي هو ايه، الرابر دايم. اهو الدكاتره قالت اهو، ف بيزود طبعا، انا لما اكون شايف كويس وعندي اكسسبيليتي كويسه الحالة السكسس ريت بتاعها هيزيد. خلاص لأن أنا شايف أنا بعمل إيه. والله يا دكتور محمد، أنا ساعات باخد الإكس راي وأنا مركبه عادي خالص. يعني أنا بعملها بصراحة، باخد الإكس راي وأنا مركبه.
مش عارف بقى بصور لكم فيديو بالقصة دي ولا ايه، بس انا باخده عادي وانا مركب الرابر ده، ومش بيبان في الاكس راي برضه يعني، بحاول بطلعه في الاخر مش باين. ماشي نكمل. طيب احنا دلوقتي خلصنا حوار الاريجيشن واتكلمنا عنه، وقلنا ان احنا بنعمل اريجيشن طول ما احنا شغالين بالفايلات بالصوديوم هايبوكلورايد، واتكلمنا عن الاريجيشن اللي هتعمله امتى، بعد ما تخلص فايلات خالص وتوصل للماستر كوم بتاعك، هتعمل الاريجيشن بروتوكول اللي احنا قلنا عليه. خلاص طيب تعال نتكلم بقى عن الفايلات، مش احنا بنعمل كليننج وشيبنج، تعال نتكلم بقى عن نقطة الشيب. قبل ما نتكلم بعمله ازاي، تعالى نعرف المشاكل اللي بتحصل الاول وانا بعمل شيب، ايه الحاجات اللي ممكن تحصل معايا عشان نعرف ازاي نتجنبها. خلاص ايوه بنعمل ريجيشن بصوديوم عادي لو الدرس نكروتي، بس في الاخر زي ما قلنا هنعمل ريجيشن بروتوكول اللي في الاخر. لا والله يا دكتور عبده انا بعملهم بيبان في الاكس راي الفريم الميتال العادي خالص. لا لا والله يا دكاتره انا بتكلم على، انا واخد بالي، انا واخد بالي من البلاستيك، لكن انا بتكلم على الفريم الميتال، انا باخد الاكس راي بالفريم الميتال. ماشي تعال نتكلم على المشاكل اللي بتحصل واحنا بنعمل شيبينج، اللي هو هنستخدم فايلات، اللي هو معظم الناس هتلاقي اصلا داخله اللايف عشان يشوف احنا هنعمل فايلات ازاي، اي الفايلات بنستخدم الفايلات ازاي. المشاكل، اول مشكله ممكن تحصل معانا هي الليدج. يعني ايه ليدج؟ يعني الفايل بدل ما يمشي في الباس واي بتاعه كده هنا اهو، يعمل باس واي جديد. طيب بيحصل القصه دي ليه؟ ايه اللي يخلي الفايل يعمل كده؟ اللي يخلي الفايل يعمل كده ان مثلا في كيرف، والفايل اللي انت بتستخدمه ما يمشيش مع الكيرف ده. طب ليه الفايل ما يمشيش مع الكيرف؟ بص انت ممكن تقول لي انا بستخدم فايلات فليكسبل، الفليكسبيليتي بتاعت الفايل دي، انا عايز الغي ال، ثانية واحدة عشان تبقوا شايفيني أنا بصورة أكبر، تعالوا بصوا معايا كده، ده سلك أهو، خلاص سلك أهو، ماشي سلك، السلك ده لو شفناه كده فليكسبل أهو صح؟ فليكسبل. طب لو طولنا شوية فليكسبيليتي بتاعته زادت، بصوا بقى بيعمل إزاي؟ بقى بيلعب أهو، عايز أهو بقى بيلعب خالص أهو. طب طولنا السلك بقت أكتر، طب تعالوا نقصر كده، ها قولوا لي أنت إيه اللي بيحصل؟ انا بعمل نفس الحركه بالظبط اهو، ها في الاكسبيليتي اهي بتقل. هل الفايل لسه بينتيني نفس الثانيه؟ لا بصوا كده ما عادش خالص، بصوا كده ما عادش في فليكسيبيليتي اهو، ما عادش اتحركش، وكانه صلب، مع ان هو بلاستيك كده، الفايلات بتاعتنا مش بلاستيك. خلاص طيب انت يا دكتور بتقول لنا القصه دي ليه؟ اقول لك ليه. الليدج دي بتحصل ليه؟ بتحصل ان الفايل بيبقى مزنوق في الكنال، مزنوق خلاص، والكنال فيها كيرف، فزي ما انت شايف انت الفايل ممكن يكون كان بيلعب في ايدك فوق وانت ماسكه من بره كده بتحركه كده، يا سلام بيلعب اهو، خلاص الفايل ممسوك من فوق ماشي، فالجزء اللي تحت ما عادش فليكسبل بقى، ما هو الفايل اتمسك، فالجزء اللي تحت ده مش هيبقى فليكسبل، هيبقى هارد. فايه اللي هيحصل لما يجي في كيرف؟ مش عارف، مش هو مش عارف ينتني لان هو ممسوك، ممسوك في الكنايه خلاص، هو مش عارف ينتني، فيعمل ايه؟ انت عمال بتلف واتش ويندنج موشن او مشغل الروتري، هو مش عارف يلف فهيفحر هنا. فهمتوها؟ فهمتوا القصه دي؟ احنا دلوقتي هنتكلم كمان شويه ازاي ما يحصلش معانا المشاكل دي، بس عايز الناس تبقى فهمت ازاي الليدج بيحصل. واضحه؟ انا كنت في دماغي ان اهو زي ما هنا كده الفايل ممسوك، طبعا الصوره مش بس الفايل ممسوك من كل الاتجاهات، فمش عارف يلف، مش عارف الجزء ده مش عارف ينتني مع الكيرف، فيعمل ايه؟ يعمل طريق جديد. خلاص هنقول دلوقتي، هنقول ازاي حتى من غير ما تعمل بري اوبرتيف تتجنب القصص دي، ازاي تتجنب؟ زي ما قلنا الفايل بيبقى ماسك في الكنال، زي بص حوار السلك ده زي ما قلت لكم كده، قالوا تاني اوريها لكم بقى بطريقه تانيه عشان يعني اللي ما خدش باله، الفايل كده بي بي في فليكسابيليتي اهو خلاص،
طيب السلك ده لو بقى معشق في حاجة ومش باقي منه غير الجزء ده، اهو بص اهو السلك اهو، خلاص بصوا كده اهو فليكسبل اهو، ماشي فليكسبل اهو ماشي، فلو عايز يدخل في مكان هيدخل عادي اهو. طيب قللت بقى ممسوك من هنا كده، فليكسبيليتي قلت خلاص. طيب دخلت هنا شوية، بصوا بعد ما كان اهو كده كده اهو، بصوا كده مش عارف ينتني اهو. طب قللتها خالص، بصوا اهو متحركش ماشي، فالفايل لما بيمسك في الكنال الفلكسبيليتي بتاعته بتايه بتقل، لما بيمسك من فوق الفلكسبيليتي بتاعته بتقل، فيحصل ايه؟ يحصل ليدج. وضحت وضحت القصة دي؟ هشيله ده كده يعني، ده كده لما تقول هتسيبه ولا هشيله، اقعدوا اتفرجوا على اللايف لان بجد هشيله الساعة 12 هشيله. ها وضحت وضحت. طيب يبقى دي اول ايرور بتحصل معانا، هنقول ازاي نشتغل ونتجنب كل الايرور دي، بس ازاي الايرور بتحصل. طيب تاني حاجة الابيكال ترانسبورتيشن، نفس القصة بالظبط، الفايل فيه كيرف هو مش عارف يمشي معاه، فيعمل ايه؟ بيعمل الاول ليدج وبيكمل الليدج دي ببرفوريشن، نفس الكلام بالظبط. ما هو هيتساب ساعتين يا دكتور ايهاب تشوفهم براحتك، هيتساب ساعتين بعد ما يخلص كمل اللايف، وبعد ما يخلص هات الشوية اللي ناقصوك. طيب بعد كده ايه الايرور اللي ممكن تحصل تاني معانا؟ البرفوريشن، البرفوريشن نفس قصة الليدج بالظبط، بس بقى الفايل كمل كمل، اللي شغال بقى ما خدش باله انه فليج، فراح عامل ايه مكمل، فعمل بريبريشن فوصل انه ايه عمل برفوريشن خلاص، يبقى كمل راح حد ما عمل برفوريشن. اللي بعد كده البلوكج اوف الكنال، بلوكج اوف الكنال دي بتحصل من ايه؟ مينلي ان الدكتور ما بيعملش اريجيشن كويس بين كل فايل وفايل خلاص، فالدبريس بدل ما تطلع بتتحشر تحت خلاص، فتقفل له الكنال. هما في الاخر يا دكتور احمد نفس القصه، هو ده اللي احنا يعني مش بنقول دلوقتي تحلله تحل ازاي، احنا بنقول المشكله حصلت ليه، احنا بنقول المشكله حصلت ليه. الساعه 11 و10 حاضر هسيبه ساعتين بعد ما، او ممكن يروح يجي عليا النوم وانام واسيبه للصبح وخلاص، فيعني ما تستعجلوش ماشي. البلوكج اوف الكنال انت ما بتعملش اريجيشن كويس، فالدبريس عماله بتنزل لتحت بدل ما تطلع بتنزل، انت اللي بتقفله بنفسك. طيب ايه الحاجة اللي ممكن تحصل كمان من الايرور؟ الفايل سيبريشن، زي حبيبنا الفايل اللي موجود ده ماشي، الفايل بيتكسر ليه؟ في عندنا حاجة اسمها السايكليك فاتيج والتورشنال ستريس، المهم ان الفايل في الاخر اتكسر، واحدة منهم ان انت بتستخدم الفايل كتير لحد ما هو اصلا بيبوظ. لا مش هسيبه شويه حلوين يا دكتور معانا. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه ان بيحصل ايه؟ ان الفايل، استنى عشان اشرحها لكم، الفايل الفايل بتاعك بيدخل في الكنال فيبقى ماسك برضو من تحت، يعني الفايل ممسوك من تحت، ده الفايل اهو من تحت خلاص ممسوك من تحت، ومن فوق بيلف لان في موتور شغال، الاندومتر اللي انت مشغله شغال، فعمال بيلف خلاص عمال بيلف، ومن فوق واقف، يعني الجزء ده ممسوك في الكنال فواقف والجزء ده بيلف، ايه اللي هيحصل؟ هيلفوا عكس بعض فايه؟ يتقطع يتكسر يسيب خلاص. يبقى اول حاجه ان انت تستخدم الفايلات كتير ودي كلكم عارفينها. السبب التاني اللي يخلي الفايل يحصل له سيبريشن ان الفايل بيخش في الكنال، يبقى في جزء ماسك وجزء، الجزء الماسك ده يعني ايه؟ يعني واقف هو مش قادر يلف، الحته دي مش قادره تلف، واللي فوق بتلف، فيفضلوا يلفوا عكس بعض فيفصل خلاص كده. دنت يعني يا الاء يا علاء مش عارف، بس اللايف هسيبه كام ساعه كده وهمسحه ماشي. طيب ازاي بقى، ازاي اعمل شيبينج
من غير ما يحصل معايا المشاكل دي. احنا قلنا معظم المشاكل بتحصل ليه؟ ان الفايل محشور. خلاص الفايل محشور. انا نفسي والله اسند ظهري بس مش عارف. احنا مش جايين نعالج البرفوريشن النهارده، احنا هنتكلم. حبيبي يا دكتور كريم ده نور. تسلمي يا دكتورة، تسلمي. احنا هنتكلم ازاي دلوقتي تشتغل سيف وما يحصلش معاك اي حاجة من المشاكل اللي احنا قلناها دي كلها. هنقول دلوقتي اهو، والله هقول اهو. هي العنوان. استنوا صحيح، انا عمال اتكلم ومش واخد بالي ان الداتا، يعني حد ينبهني كده، الداتا مش ظاهرة. ماشي هقول اهو، اقول انا بتكلم على اساس انكم شايفين اصلا، بس طلع ان انا شايل الداتا. ازاي تشتغل سيف؟ ازاي اشتغل سيف؟ اول حاجة هنعملها ان انت تعمل بروبر اكسس زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. بروبر اكسس يعني ايه؟ بروبر اكسس يعني انت لسه في بداية حياتك، ما تروحش لا تعمل لي نينجا اكسس ولا تراس اكسس ولا حتى كونزرفاتيف اكسس. اعمل التراديشنال اكسس العادي خالص، خلي الامور واضحة. خلاص في بداية حياتك على ما تتعرف على الفايلات وتتعرف على الحاجات اللي انت بتشتغل بيها، وتعمل تشتغل بيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية. ماشي، لما توصل للمية دي غير شكل الاكسس بتاعك لكونزرفاتيف. خلاص يبقى من اهم الخطوات ان انت عشان تشتغل سيف ان الاكسس بتاعك من البداية يكون مظبوط، لان الاكسس ده لو مش مظبوط الفايل عشان يخش في الكنال هيبقى متني اصلا، فانت عامل استرس عليه من البداية. سلام عليكم، اصلا هو مش هو عليه استرس من غير الكنال نفسها. خلاص عليه ستريس، انت حاطط عليه ستريس في الاكسس نفسه. وسع يا دكتور عبد، ربنا يوسع عليك. وسع الدنيا، وسع، ربنا يوسع عليك يا رب. ففي البداية وسع، حلو كده. لما تبدأ تعمل واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومية، ابدأ بقى ايه كونزرفاتيف يعني اعمل الحاجات دي. خلاص حاجات زي كده. خلاص وقلنا في الاكسس ازاي تعمل اكسس وازاي تعمل ريفايننج للاكسس، ويعني قلنا بصوا جبنا الاكسس من اوله لاخره، محدش ليه حج. ماشي زي كده، وده يعني كونزرفاتيف لانه ده يعني بس يمشي الفايل داخل ستريت مفيش عليه اي ستريس. خلاص زي كده، ده برضه كونزرفاتيف. لا وسع شويه عن كده في البدايه، وسع عن كده. خلاص زي كده. لا ده دي حاجه اسمها ريفايننج. يعني ايه ريفايننج؟ قلنا قبل كده، قلنا في اللايفات اللي فاتت يعني ايه ريفايننج، وطبعا الفرق واضح. انت بتشيل بالالتراسونيك الاجزاء دي. خلاص تعالوا نشوف حاجه كمان على دي اللي كنت منزلها واضحه خالص، موضوع الريفايننج. الالتراسونيك بيعمل سموثنينج للوول دي، وفي نفس الوقت بيشيل اي ريمننت من البالب، ايه من البالب تشامبر، من الغرفة بتاع البالب تشامبر. خلاص زي كده ماشي. طيب انا دلوقتي فتحت اكسس، ايوه دكتور محمد، دكتور محمد شكلك في حد مضايق، يعني شكل في حد منزل حاجه ومضايق. انا بالمناسبه دي انا شفت دكتور مره كان عامل تراس اكسس. انا بصور موبايل يا دكاتره، بصور موبايل بس محدش يفتكر ان انا يعني بصور باللي ما اتصور، والله وموبايل عادي واللايف ده بالموبايل برضه. كل حاجه بالموبايل. انا بصور ومعايا الكاميرا وما بصورش بيها خالص، معايا الكاميرا ما بصورش بيها خالص لحد ما دكتور فؤادي يبقى يجي يظبط لي موضوع الكاميرا ده. بس عموما انا بصور بالموبايل. ماشي طيب انا دلوقتي عملت الاكسس، عايز اسالكم انتوا سؤال. بعد ما بتعمل الاكسس وبتعمل له ريفايننج بتعمل ايه؟ كل واحد كده يقول لي بعد ما بيفتح الاكسس بتاعه بيعمل ايه؟ كل واحد يقول لي بعد ما بيفتح
والله كله موبايل وما بعمل ايديت خالص والله. ده الصورة من الموبايل ليك على طول، من المصدر للمستهلك، نو ايديت نهائي. يعني انت متخيل ان ده ايديت؟ والله ولا الهوى، من الموبايل ليك على طول، من المصدر للمستهلك. بعد يعني ماشي، سيبكم من الاريجيشن. بعد ما عملت اريجيشن يا سيدي بتعمل ايه؟ فتحت اكسس وعملت اريجيشن، بتعمل ايه؟ سر ايه يا انت عارف يا فؤاد، انا بتصور بالموبايل وخلاص. هبقى اعمل لكم لايف عن التصوير. دكتور ولاء بتقول نيجوشيشن، دكتور بيقول وركينج لينس، بيقفلوا تاني صغير واشوف الكنال فايل 10، وبعدين اورفيس اوبنر فايل 10، وركنج جرينز ريموفينج للبلب تيشو. ماشي الاخ فؤاد حضر لنا كل الكورسات بتاعتنا. عندي دوركنج جلايد باس فايل 10، فايل 10 منور. تسلم تسلم يا حوض، تسلم يا حوض. بيتنسي فايل 10، لوكيشن اوف الكنال. عندي ستريت لاين اكسس بيتلاعب بالألفاظ دكتور عبد الرحمن. ادخل بالفلات على طول بقى، فايل 10 negotiations in working lens بتنسي فايل 10، استكشف الكلام. نعمل باسوي اتجاه الغول بارلل ولا لا؟ دكتور محمد لسه في الاكسس، احنا عندنا الاكسس، احنا دلوقتي بنتكلم في الفايلات، احنا بنتكلم في الفايلات. هتعمل ايه؟ نيرف ابروتش، لا ده قديم قوي دكتوره سلمى، لسه عندي انا عندي شويه بتاع النيرف ابروتش، بتاع البربت ابروتش ده، عندي كميه محترمه لو عايزاه. طب تعالى نقول احنا، تعالى نقول احنا، في ناس هتزعل من الليل. فايل 10 يلا بينا نجيب الوركينج لينس، ده كان زمان. في ناس هتزعل من الكلام ده. الدكتورة دينا لو معانا في اللايف، والله ما شربت من البتاع حاجة وبرد، يعني أنا لسه في كوباية شاي. ده كان زمان. خلاص يبقى فايل 10 وتجري تجيب الوركينج لينس، الكلام ده كان زمان. ليه بقى؟ أكتر فايل هيتكسر منك لو مشيت بالطريقة دي. فاكرين لما كنا بنتكلم عن المشاكل بتاعت الاندو، المشاكل اللي احنا عمالين نتكلم عنها بتاعت الاندو دي، كل المشاكل دي من القصه دي. هو فايل 10 ده مش فايل، وفايل ستانل ستيل وفايل سهل الكسر. فايل 10 ده فايل ستانل ستيل، يعني ما فيهوش فليكسبيليتي، دي رقم واحد. ماشي، ثانيا فايل صح، وعايز توصل بيه للفول وركينج لينس، تجيب وركينج لينس كمان. دكتورة دينا قفلت المطبخ. لا إله إلا الله. ماشي، ده حتى المطبخ عندنا مفتوح على الصالة، يعني هيتقفل إزاي ده؟ يبقى فايل 10 ده فايل، خلينا متفقين إن فايل 10 ده فايل، وفايل ستانلس ستيل، وفايل صغير، فإذا فايل سهل الكسر، وسهل إنه يعمل لك كل المشاكل اللي أنت بتقول عليها دي. خلاص، كل المشاكل اللي قلناها دي سهل إنه يعمل. إيه المشكلة إن فايل 10 يعمل بتاع ليدج، ولا يعمل برفوريشن، ولا يعمل اي حاجه. خلاص، يبقى سهل ان هو يعمل القصص دي كلها. يبقى اول خطوه بعملها ايه؟ بعمل حاجه اسمها بريف ليرينج. واضحين؟ ابدا. طب بصوا يا دكاتره، خلوا الاسئله يعني ايه، خلوا الاسئله في الموضوع ده، هو اللي عنده سؤال خارج اللي احنا بنقوله يخليه للي بعد كده. اول حاجه بعملها هي البريف ليرينج. يعني ايه بريف ليرينج؟ يعني ايه بريف ليرينج؟ يعني انا عندي الكنال بتبقى بالمنظر ده خلاص في البدايه. انت عشان تجيب فايل 10 ويدخل بالمنظر ده، هيبقى عليه ستريس هنا، وستريس في الكنال بحالها بطولها، هيفضل عليه ستريس لحد ما يوصل للوركينج لينس. خلاص، واحنا عمالين نتكلم ان الفايل لما بيتحشر هيعمل ليدج، والا لما بيتحشر هيحصل له سيبريشن، والا لما بيتحشر هيعمل برفوريشن، فايل لما ترانسبورتيشن، كل ده عمالين نقول ايه؟ الفايل
لو اتحشر هيعمل المشاكل دي كلها. طيب ايه اللي يخلي الفايل ما يتحشرش؟ ان اوسع له، اوسع له من فوق عشان يبقى فاضل له حاجات بسيطه ويوصل للفول لينس. طيب يبقى هعمل ايه؟ رقم واحد طبعا بنعمل اريجيشن. بعد كده بجيب البريف ليرنج ده، دكاتره في الكتات الروتري اللي انت بتجيبها هتلاقي حاطط لك حاجه اسمها اوريفيس اوبنر، صح؟ و90% من الدكاتره بيستخدموا الاوريفيس اوبنر في البريف ليرنج. هو مش غلط، هو مش غلط، بس انا ما بستخدموش في البريف ليرنج. خلاص هو مش غلط بس انا ما بستخدموش في البريف ليرنج. طيب انا بستخدم ايه؟ هو ايه فكره الاورفس اوبنر؟ انه فايل كبير كبير فهيقدر يوسع من هنا. خلاص بس عيوبه ايه بقى؟ عيوب الفايل ده ان الفلكسبيليتي بتاعته معدومه لان هو فايل كبير تخين. تاني حاجه انه تخين، يعني الفايل ده التيبر بتاعه كبير، الفايل ده ساعات بيبقى 12، بيبقى يعني التيبر بتاعه كبير، وانا اصلا بشتغل بفايلات تيبر 4، انا عن نفسي بشتغل بتيبر 4 بس خلاص، او بشتغل بتيبر 6. الجيتس يا دكتور خطر جدا، الجيتس يا دكتور مهند. المهم يبقى الاورفس اوبنر عيبه ان هو رقم واحد ما فيهوش فليكسيبيليتي، رقم اثنين التيبر بتاعه كبير. طب ما فيهوش فليكسيبيليتي يعمل لي ايه؟ يعمل لي ليدج، ان هو مش لو حتى في تانية صغيره مش هيقدر يمشي معاها، ماشي. والحاجه التانية انه هيشيل من الدنتين ده كميه كبيره، كميه كبيره، انا مش عايز اشيل ده كله خلاص، انا عايز اوسع لنفسي بس. انا مش جاي، انا السنه دي مش عدوتي ولا الدنتين اللي في الكنال ده عدوي، خلاص انا كل اللي محتاجه ان انا اوسع للفايل من غير ما اضر الكنال ولا اشيل من الحاجه بتاعت ربنا اللي موجوده دي. خلاص طب انت بتعمل ايه يا دكتور؟ انا عن نفسي انا دلوقتي هشتغل بفايلات ايه؟ اورفس اوبنر، وانا بشتغل بتيبر 4 مثلا 15 تيبر 4 تيبر 3 او 20 تيبر 4 و25 تيبر 4 و30 مثلا تيبر 4. بجيب فايل 25 تيبر 4 اللي انا كده كده هستخدمه شويه، ال 25 تيبر 4 ده فايل كبير بالنسبه لفايل 10 مانوال، فايل كبير صح؟ فايل كبير خالص بالنسبه لفايل 10. بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه خطوه البريف ليرنج ده، بدخل بيه مثلا نص الكنال لحد هنا مثلا خلاص، وبوسع الشويه دول الاول، اعمل بيه بريف ليرنج واوسع هنا، شلت الزاويه دي ترانجولر دي ووسعت الكنال. فايل 10 لما يجي يدخل هنا مش هيلاقي اي ريزيستنس خالص، مش هيلاقي الهواء، مش هيقابله ريزيستنس غير تحت هنا. وصلت؟ وصلت كده؟ طيب ميزه فايل 25 تيبر 4 ده انه يعمل لي ايه؟ رقم واحد انا مش هشيل كتير من السن، انا كده كده هشيل اللي انا كده كده هشيله، انا كده كده فايل 25 ده هدخل بيه اصلا هو و30 مثلا، فانا كده كده ما شلت الزياده خلاص، انا شلت ما شلتش اي حاجه زياده ماشي، وفي نفس الوقت وسعت لفايل 10 هيدخل مرتاح خالص تمام. يبقى البريف ليرنج بتعمل بحاجتين، يا اما الاورفس اوبنر وده اللي معظم الناس بتستخدمه وهو مش غلط، بس هقول لك شويه نصايح لو انت مصمم ان انت تستخدمه ماشي. تعمل ايه؟ الفايل لما تيجي تدخله في الكنال ما تعملش عليه اي بريشر نهائي، تشغل الروتري ما تضغطوش لتحت نهائي خلاص. وهنقول ازاي دلوقتي بتشتغل بفايلات الروتري. لا مش زي ما انت متخيل، لو لقيتها ضيقه وان فايل 25 ما بيكاتش هات 20 تبر 4، هاتي 15 تبر 4 وبعد كده وسعي شويه بال 20، بس عموما 25 هيدخل عادي خالص لو مشيت على الستبس اللي انا بقول لك عليها دي، هيدخل عادي خالص 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 خلاص. عموما لو لقيتي 25 ما بيعملش بريف ليرنج، انا كنت لسه هكمل بس ماشي هاتي 20. زي ايه؟ زي بمناسبه ان الدكتوره سالت، مثلا انا دلوقتي عايز اعمل بريف ليرنج، خطوه البريف ليرنج دي مثلا في ام بي 2، هل الام بي 2 زي باقي الكنال؟ لا، ام بي 2 ضيقه قوي ماشي. بعمل ايه هنا؟ بلجأ لفايل اصغر 25 تيبر 25 تيبر 20 تيبر 4 او 15 خلاص، وسعت وعملت بريف ليرنج ماشي. وبعد كده عايز تكمل بال 20 و25 ماشي، بس انا اقصد مهم ان انت توسع الاول للفايل 10 اللي انت هتستخدمه. بس احنا ستيل في ريسك كبير لو استعملنا فايل 25 اول كده، خصوصا لو الكنال ده انا يا دكاتره ما بوصلش بيه للفول لينز. انتوا برضو فاكرين ان انا هعمل بيه كومبليت كليننج وشيفنج. الفايل ده بيدخل، انا لما باجي اعمل بريف ليرنج بعمله ازاي؟ بجيب الفايل
وبدخل فيه في الكنال بدون اي ضغط، بدون اي محاوله ان انت تضغط الفايل لتحت. خلاص انا ما بضغطش على الفايل، غير ان انا لسه هكلمكم في حركه الروتري نفسه. تعالوا نتكلم دلوقتي عشان الناس ما تفضلش الموضوع مش راكب معاه. انا بشتغل بالروتري ازاي يا دكاتره؟ لما بتحط الفايل، فايل في الروتري، احنا قلنا الفايل بيحصل له سيبريشن امتى؟ لو انتوا فاكرين قلنا لو في جزء تحت بيلف واللي فوق ايه؟ اللي تحت قصدي ثابت. تعالوا نرجع بس كده ونقول بنشتغل بالفايلات ازاي، لان في ناس موضوع الروتري نفسه، مع ان احنا كنا عاملين لايف عن الروتري بس هكمل. بصوا يا دكاتره، هو الفايل بيحصل له سيبريشن ازاي؟ لما الجزء اللي تحت ده بيمسك واللي فوق بيلف، ده بيلف واللي فوق ثابت، فيقوم سايب من بعض. طب يا دكتور انت لما بتيجي تشتغل بالروتري بتشتغل بيه ازاي عشان تتجنب القصه دي؟ ما بخليش الفايل طول الوقت في الكنال، انا بدخل 3 ستروكس في الكنال وبطلع. يعني ايه؟ دخلت والفايل بدأ يمسك في الكنال، ماشي، بطلع لفوق سنه صغيره مش بطلع بيه خالص، ماشي، وادخله تاني بدأ يلف في الكنال بطلعه. طب ايه اللي بيحصل؟ ان الفايل حتى لو مسك مش هيلحق يفضل واقف وده عمال بيلف، انا طلعته خلاص فساب، فحتى لو ده كان واقف فساب تاني فمش هيتكسر. خلاص يبقى عموما كل حركه الروتري فايل، مفيش حد يستخدم الروتري فايل يفضل حاطه في الكنال كده ومستني بقى ايه اما يتكسر او مستني اما يشوف اخره ايه، لا، او يوصل للفول لينس، لا. كل فايلات الروتري يا دكاتره لما بنيجي نستخدمها ما بنسيبهاش عماله تلف على الفاضي، ده ماتور، ده ماتور، ماشي. اللي تحت ثابت، ما هي دي يا دكتوره، هو الفكره كلها فايل بيحصل له سيبريشن ازاي؟ لو اللي تحت ثابت ماسك في الكنال واللي فوق بيلف، فبيجي عند الحته دي اللي فيها جزء ثابت وجزء بيلف ويفصل. هيفضل على الصفحه بعد اللايف يا دكتوره دنيا، تقدر تشوفيه بعد اللايف، تكملي الاجزاء اللي فاضلاله. خلاص ماشي. يبقى الحركه بتاعت الروتري انا ما بمسكش الفايل وافضل سايبه شغال، ما بسيبش الفايل شغال عمال يلف، لا، انا بعمل ستروكس كده، بيمسك الفايل ويبدا يدخل وانا بحركه لفوق، وبعد كده انزله يتحرك، وبعد كده احركه لفوق، وبعد كده ينزل، وبعد كده اطلعه لفوق. بريف ليرنج انا ما بعملش الكنال كلها، انا بعمل الجزء الكورونال بس. خلاص زي ما هو واضح في الصوره، يعني انت لو قسمنا الكنال دي تلت وتلت وتلت، فاحنا عملنا للتلت اللي فوق بس. خلاص؟ تلت اللي فوق بس. طيب خصوصا لو انت شغال بروفيس اوبنر هتلاقي بيعمل معاك التلت اللي فوق بس، اما لكن لما تعمل اللي انا بقول لك عليه ال 25 تيبر فور هيعمل معاك نص الكنال عادي. ماشي؟ طيب تعالوا نبص كده بعد ما عملنا بريف ليرنج، بصوا على الاختلاف بين الصوره الاولانيه دي والصوره الاخيره دي. فايل 10، فايل 10 لما يجي يدخل في سنه زي بالمنظر ده هيقابل ستريس عامله ازاي عشان يوصل للفول لينز؟ ولا لما يجي يدخل هنا هيقابل ستريس عامله ازاي؟ طبعا اقل بكتير، مفيش مقارنه اصلا. خلاص يبقى اول خطوه هي الايه؟ بريف ليرنج. ماشي. بعد كده جلايد باس. يعني ايه جلايد باس؟ بنعمل بري كيرف لفايل 10 وبندخله لحد ما يوصل للوركينج لينس او الاستيميتد لينس. خلاص بفايل 10 وبنعمل له حاجه اسمها بري كيرف، بنتنيه من اخر 3 4 مللي فيه، بنتني الفايل وبندخل بيه بحيث ان اتجاه الكيرف ده يكون ناحيه الانر وول، ماشي، وبندخل بيه لحد ما يوصل للايه؟ الاستيميتد لينس اللي انت تاخده من الاكس راي او تاخد بيه الوركينج لينس. طيب لو في كنال ضيقه شويه استخدم ايديتا جيل ان اول تكنيكس، ان اول تكنيكس يا دكتور محمد بستخدمه في كل الحالات، بل بالعكس احنا اصلا لما بنيجي نتعامل مع حالات كيرفت ما هو ده الزون تكنيك. زون تكنيك ان انت تقسم الروت بتاعك، انت لما توسع فوق يبقى انت حليت مشكله اللي فوق، وبعد كده ترجع توسع الكيرف، وبعد كده لو في دبل كيرفتشر بنوسع الجزء ده، وبعد كده نبدا نشتغل في الجزء الثالث. لا هيدينا، مين قال ان الفايل عشان خاطر داخل بسهوله مش هيدينا؟ وبعدين هو مش داخل بسهوله للفول لينس، هو مش داخل بسهوله للفول لينس. انا وسعت الجزء اللي فوق بس، لكن هنا هيبقى بيعمل شويه دول هيعمل فيهم بريبريشن عشان يوصل،
بس لما يعمل بريبريشن في الشويه دول احسن ما يقعد يعمل في الكنال كلها كده هيتكسر خلاص. هو هي نفس القصه. انا ما عملتش دكاتره بريف ليرنج ده، انا ما عملتش كليننج، ما عملتش شيبنج للكنال كلها، انا وسعت الشويه اللي فوق بس. ماشي نكمل. مهمة جدا ان انت بعد ما بتطلع فايل 10 بتبص على الفايل، لان الفايل بياخد زي طبعة او صورة او صورة من الكنال اللي هو فيها. فلما بيطلع فايل 10 لما بتبص عليه لو في كيرف هتلاقيه موجود على الفايل، لو في كيرف في الكنال هتلاقيه موجود على الفايل، فتبقى عارف انت هتقابل ايه. خلاص نسأل سؤال، ايه اهمية الجلايد باث؟ ايه اهم حاجة في الجلايد باث؟ لو انت شغال مانوال هتوسع بفايل مانوال، هات فايل 20 مانوال ووسع بيه. ايه اهم حاجة في الجلايد باث؟ هي زوم تكنيك عايز لها لايف لوحده. بس انا عايز اسال، انا بسال سؤال، ايه اهم حاجه في الجلايد باس؟ او ليه هو مهم؟ ايه اهميته يعني؟ امبريشن لاوسع الكنال؟ لا ومش امبريشن للكنال. بيعمل طريق اللوتري؟ لا. افويد ليدج اناتومي في الكنال؟ لا. شكل الكنال؟ لا. دكتور فؤاد نسا مش كده برضو على شكل؟ لا. ان يتاكد ان مفيش حاجه عامله بلوكج للكنال؟ لا برضو. سيل لكل الفايلات البروتيبر وحركاتها؟ لا. سهل الانتقال من فايل لفايل وساعد على المشكله بروجن فايل؟ لا. واللينس اتاكدت ان لا برضو. ها حد عنده اجابه تانية؟ نشوف في بلوكج ولا لا. لا واللينس لا برضو. ها حد عنده اجابه تانية؟ كل دينا ما عندكيش اجابه، مفيش أي إجابة، مفيش مشاركة، مفيش حتى كوباية شاي. بس عملها ده إيه؟ بردت خالص والله، وأنا بصراحة نفسي أشرب شاي عشان ال working lens. لأ بيسلك الطريق برضو. لأ بيتكسر في راس الروتري برضو. لأ طب نقوله خلاص. بلا هدف. مش هقول الإجابة دي، لا بتنسي. هقول ذا باب. ايه بتطمن الكنال بيتن؟ اول بص يا دكاتره، اهم حاجه جلايد بس دي بيعملها لي، ان انا بقى عندي طريق ماشي موجود، اللي هو انا اتعرفت على الباسوي بتاع الكنال اهو خلاص. فلو حصل اي مشكله هقدر اعالجها بسهوله. يعني لما تعمل جلايد باس لو حصل عندك اي مشكله هتقدر تعالجها. يعني انا عملت جلايد باس بفايل 10 مثلا، جه فايل 15 عمل ليدج. مشكله الليدج دي ايه؟ ان انا عايز ارجع للطريق القديم. طب انا لو مش عامل جلايد باس ومفيش طريق قديم اصلا يبقى الموضوع صعب جدا. لكن انا لو عامل جلايد باس بمجرد ما هتعمل بريكيرف للفايل وتوجهه ناحيه الطريق اللي كان موجود هيمشي فيه، صح ولا انا غلطان؟ يبقى الجلايد باس ده طبعا اللي انتوا قلتوه والله كله صح، بس انا بتكلم اهم حاجه يعني. ان هو لو حصلت اي مشكله بيرفوريشن ليدج اي حاجه ترانسبورتيشن اي حاجه هتحصل هتقدر تعالجها بسهولة خلاص. لا لا ده انا زعلان منك يا دكتور فؤاد بقى، انت حضرها قبل كده يا دكتور فؤاد عيب. ماشي يبقى اهم حاجة في الجلايد باس ان لو حصلت مشكلة هقدر اعالجها بسهولة خلاص. امتى اقول ان انا عملت جلايد باس؟ لما فايل 10 يبقى سوبر لوز في الكناية، يعني بيدخل ويخرج بكل سهولة بدون مقاومة. ماشي يبقى بفضل اشتغل بفايل 10 لحد ما يبقى ايه سوبر لوس في الكنال. يبقى انت كده عملت ايه جلايد باس. طيب بعمله بايه؟ عندنا 3 حاجات، مانوال وهايبر وهايبريد وميكانيكا. مانوال ميزته ايه؟ مانوال ده اللي هو في فايل 10 وانت بتشتغل بيه
ووتش ويندنج موشن لحد ما توصل للفول لينس. سنسبل وسيف بس بطيء شويه. الهايبريد ده في السنسبيليتي بتاعته اقل وسيف واسرع. زي ايه؟ زي ايه الهايبريد ده؟ زي الكونترا الكونترا الريسبريكيشن، بس مش خاصيه الريسبريكيشن اللي في الروتري. في كونترا كده بتيجي، انت ايه الحركه اللي بتعملها المفروض بفايل 10 لما تيجي تعمل جلايد باس؟ المفروض لما باجي اعمل جلايد باس بعمل ايه؟ بمسك فايل 10 اهو كده، ما اشيل الداتا دي، بعمل حاجه اسمها واتش وايندنج موشن، بلف ربع لفه وارجع، او نص لفه وارجع، نص لفه وارجع، نص لفه وارجع. خلاص، دي الموشن اللي المفروض بتستخدمه. طب الكونترا دي بتعمل ايه؟ بتعمل الموشن دي، انجيج ديس انجيج، انجيج ديس انجيج، انجيج ديس انجيج، تعمل الموشن دي بس. خلاص ماشي. فطبعا هي سيف، سيف وسريعة، أسرع من إيديك طبعا لأن هي كونترا، بس السنسابيليتي بتاعتها أقل، بس هي طبعا أحسن حاجة. وبتنفع الكونترا دي في الباي باس والحاجات دي بطريقة جميلة جميلة قوي قوي يعني. الميكانيكال، الكتات اللي انت بتستخدمها اللي بقت موجودة دلوقتي، يقول لك الكت دي فيها جلايد باس، فايل جلايد باس، خلاص، اللي بتستخدمها في الروتري فايل اللي هو الفايلات الروتري العادية. طبعا مش سينسبل خالص، مش حاسس بحاجه، يعني خطر، مش سيف ماشي، لان الفايل عمال بيلف روتيشن. حاجه الميزه اللي فيها ان هي سريعه، بس اخطر يعني، بيحصل معاها بروكن فايل كتير او سيبريشن للفايل كتير. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا بريف ليرنج، عملنا جلايد باس، بنعمل حاجه اسمها ايه بعد كده؟ نيجوشيت. يعني ايه نيجوشيت الكنال؟ يعني اعمل ايبيكال بيتنسي فايل 10 وبعدي بيه من الكنال، بعدي بيه. انا المفروض ان انا ببقى سايب من نص لواحد مللي في البيتنسي ده، فايل 10 بيعدي بنص مللي، بتعدي من الكنال بنص مللي. ليه بقى بعمل كده؟ رقم واحد، النص او واحد مللي اللي انت سايبه ده الفايل عدى فيه وعمل فيه ميكانيكال بريبريشن. عمل فيه ايه؟ ميكانيكال بريبريشن، يعني لو فيه انفكشن فانت ايه؟ شلتها. خلاص؟ خلاص كده؟ رقم اتنين، اتحدد بيه الوركينج لينس. خلاص، لان احنا عارفين الابكس لوكيتور لما باجي اخد بيه القرايه لازم اعدي الاول وبعد كده ارجع، وكنا شارحين ازاي بنستخدم الابكس لوكيتور، بس نذكر الناس، فايل الفايل 10 وبعدي من الابكس بنص مللي، هيبدا يديني انه عدى الابكس، برجع تاني الاقي انه بيرجع، بدا يجيب الزيرو زيرو، بعدي تاني اداني انه بيعدي، برجع تاني. تعملها 3 مرات عشان تتاكد ان انت فعلا واقف صح، مش يا دوبك الفايل لمس اي ريمننت تيشو من البال فاداك قرايه غلط. خلاص ماشي كده، ده النيجوشيت. خلاص، انت اصلا النيجوشيت عشان بس ما نقعدش نزود في الخطوات، هو انت بتعمل الخطوه بتاعه الجلايد باس وبتعمل معاه النيجوشيت، الاثنين بيتعاملوا يعتبر مع بعض. خلاص، بعد كده الابيكال فينيشنج. احنا عملنا اول خطوه ايه؟ عملنا بريف ليرنج، يعني وسعنا تعالوا يعني نرجع كده، وسعنا نص الكنال. فاضل ايه؟ النص اللي تحت، اللي بعد كده هعمله بايه؟ هتعمل التدريج بتاع فايلات الروتري اللي انت بتستخدمه. يعني انا مثلا بستخدم كيت تيبر 4، عملت بريف ليرنج وعملت نيجوشيت، بجيب فايل بقى اول فايل في الكيت بتاعتي ببدا اوصل بيه للوركينج لينس، وبعد كده تاني فايل، وبعد كده تالت فايل. طب انا بعمل ايه في الخطوات دي؟ انا كده بعمل ايه؟ بعمل فينيشنج للجزء اللي تحت. احنا اصلا وسعنا اللي فوق من البدايه، خلاص وسعنا اللي فوق من البدايه، انا بعمل للجزء الايبيكال، خلاص ايبيكال فينيشنج. طيب مهم شويه حاجات تعرفهم في الايبيكال فينيشنج. اول حاجه، ايه اقل فايل يا دكتور اقف عليه؟ انا اقف على فايل كام؟ خلاص، يعني اوصل لكام اقدر اقول ان انا كده خلصت؟ اقل حاجه تقف عليها، اقل حاجه تقف عليها هو فايل 25 تيبر 6 و30 تيبر 4، دول ايه؟ اقل حاجه، ما عدا في السيفيرلي كيرفت كانال ممكن تقف على 25 تيبر 4 او الام بي 2.
خلاص. بس اقل حاجه في النورمال 25 تبر 6 وال30 تبر 4. حد عارف بقى ليه؟ ليه دول اقل حاجه؟ كيف نعمل بلاد باس بدون ما نعرف طول القناه؟ في حاجه اسمها استيميتد لينس يا دكتوره منال، اللي بيبقى بالاكس راي. بس عموما حاليا احنا بنعمل خطوتين مع بعض، يعني وانا بعمل الجرايد بس وبنزل بالفايل ببقى مركب فيه الايبكس لوكيتور، فبعمل الحركتين مع بعض. ليه اقعد اعمل لايت بس على استيميتد لينس واخده من الاكس راي وبعد كده ارجع اشتغل بالايبكس لوكيتور عشان اعمل النص ميلي اللي تحت؟ انا بعمل الاثنين مع بعض، ومحد دلوقتي يقول لي ليه ده اقل حاجه. دكتور فؤاد عدلي بالمرصاد. ماشي يا دكتور فؤاد. النيد اللي احنا بنستخدمها السايد فينتد، نيد سايد فينتد، احنا المفروض بنوصل بالنيدل بتاعت الاريجيشن بتاعتنا دي، بنسيب من 3 ل 4 مللي من الايبكس وبنعمل الاريجيشن بتاعنا. امتى النيدل دي تقدر توصل؟ احنا قلنا اهم حاجه في الاندو ايه؟ انك تعمل ديسانفكشن. ديسانفكشن بنعمله بالاريجيشن. النيدل دي بتوصل لما تكون اشتغلت فايل 25 تبر 6 او 30 تبر 4. اقل من كده النيدل بتبقى واقفه فوق عن كده، ما بتوصلش معاك للينس اللي انت عاوزه. خلاص حبيبي يا دكتور فؤاد منور. ماشي، يبقى عشان توصل الاريجيشن بتاعك لازم تشتغل بفايل 25 تبر 6 او 30 تبر 4. زي ما قلنا لو الكنال سيفيرلي كيرفد فهنبدا نستغنى عن فكره ان الاريجيشن نقدر نوصله بايدينا، واحنا كده كده هنعمل اكتيفيشن، فان شاء الله ايه يوصل معانا بدل ما نكسر فايل. ماشي، هنستغنى عن قصه ان احنا نوصله 25 تبر 6 او 30 تبر 4. يبقى احنا لازم نبقى عارفين ان احنا محتاجين ايه. محتاجين ان نعمل مينيمال ديبرايدمنت مع جود اريجيشن بروتوكول، ده اللي انا محتاجه في الاندو. خلاص، طيب لو انا عندي الكروس سيكشن بتاع الكنال بتاعتي اوفر بالمنظر ده كده، خلاص بالمنظر ده كده، ماشي، ازاي اعمل للكنال دي شيبنج؟ بص، الفايل بتاعك هيبقى بالمنظر ده، الكنال بالمنظر ده، والفايل بتاعك الاحمر ده، ومهما تكبر في الفايل هيكبر من فوق، الجنب هيبقى حاجات بسيطة. خلاص، ازاي اقدر اعمل، والدكتور فؤاد ما يقولش، ازاي اقدر اعمل ايبيكال فينيشنج لحالة بالمنظر ده؟ ايه ده، نرجع فوق تاني معلش. ازاي اقدر اعمل فينيشنج وشيبنج لحاله بالمنظر ده؟ اكتيفيشن بتاع الاريجيشن، براشنج موشن، براشنج موشن. ها، حد عنده افكار تانية؟ سكراتشنج على الووز، حد عنده افكار تانية؟ دكتورة علاء، الاريجيشن حركه يمين وشمال ترشيد. دكتور احمد حضر لايفات قبل كده. سايد فينت. طيب عشان ما نطولش عليكم، في فايل اسمه اكس بي اندو فينشر. الفايل ده بيبقى زجزاج بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، منظره زجزاج كده. خلاص، الفايل ده بيعادل فايل 30 تبر 4. خلاص، الفايل ده بيعمل ايه؟ بيعمل زي ما انت شايف كده، بيدخل بسرعة عالية جدا في الكنال، بتشغله بسرعة عالية، بيبدأ يخبط في الوول بتاعة الكنال. خلاص، ده يخبط في الوول بتاعة الكنال. طيب انا مع الفايل ده غالي غالي، يعني الفايل ده مش عارف دلوقتي هتلاقيه ب 500 جنيه وفايل واحد. ماشي، انا ما عنديش الفايل ده، اعمل ايه؟ طبعا الاكتيفيشن هيساعد. الحاجه التانيه ممكن اتش فايل، وتعمل الموفمنت بتاع الاتش فايل على كل الوولت، وطبعا ده مش احسن حل، بس انا لو ما عنديش الاوبشن ده خلاص الاتش فايل وهتبدا تحركه على الوول عشان خاطر يبدا يعمل بريبريشن للوول دي، لان احنا عارفين الاتش فايل بمجرد ما هيتحرك هيعمل كاتنج، يعني مجرد ما تمشيه على اي وول بيعمل كاتنج. خلاص، الحاجه الثالثه، لو الكروس سيكشن ده الاوفال مش كبير قوي، يعني الكنال مش اوفال قوي، ماشي، ممكن تجيب اورفيس اوبنر، فايل التبر بتاعه كبير جدا فهيشيل لك القصه دي.
خلاص؟ طيب نرجع للسيف ستيبس تاني، نقولهم بالراحة. أول حاجة عشان ما الناس ما تتوهش، جروبر أكسس. تاني حاجة أعمل بريف ليرنج، أوسع من فوق عشان الفايل ما يحصلوش مشاكل. تالت حاجة بعمل إيه؟ لايت باس. رابع حاجة نيجوشيت، والجلايت باس والنيجوشيت ممكن تعملهم مع بعض. بعد كده التدرج بتاع الفايلات بتاعك، الإيبيكال فينيشنج. خلاص؟ ده إن شاء الله الكورس اللي هيكون في مدينة نصر اللي جاي. الكورس ده أنا بحضر له تحضير مختلف خالص يعني. عموما اللي عايز يعرف تفاصيل الكورس ده يبعت لي، وأنا هبعت له التفاصيل بتاعته أو أخليه يتواصل مع المنظمين بتوع الكورس. طبعا هي أنصح أي حد يحضر الكورس، لأن أنا هبقى المحاضر بتاعه يعني. فطبيعي إن أنصحكم كلكم، إن اللي محتاج البيزك والأدفانسد اندودونت الكورس يحضره. وحقيقي يعني اللي يحضره هيستفيد، يعني هيستفيد كتير، لأن أنا بحضر له تحضير مختلف خالص، كل حاجة هتبقى متصورة وكل حاجة هتبقى مختلفة خالص يعني، حتى عن باقي الكورسات اللي اتعملت قبل كده. فاللي حابب يعرف تفاصيله، وأنا حتى حاطط الصورة ما فيهاش رقم الواتس بتاع الشركة المنظمة، بس عموما ابعتوا لي وأنا هوصلكم بيهم يعني. طيب نيجي لمرحلة الأسئلة، اللي محتاج أي سؤال يتفضل يسأل. انا هلغي البطاقة بتاع الداتا دي بقى. تسلم يا دكتور فؤاد، تسلم. لماذا 30 تيبر 6؟ انا قلت 25 تيبر 6 او 30 تيبر 4. ليه؟ ليه؟ لان ده التحضير اقل يعني، لو عملت اقل من كده مش هتقدر توصل الاريجيشن بتاعك للكنال كلها. خلاص، الحجم بتاع النيدل بتاع الاريجيشن عشان يوصل من 2 ل 3، من 3 ل 4 مللي من الفول لينس بتاع الكنال، لازم تكون واصل للسايز بتاع 25 تبر 4 او 25 تبر 6 او 30 تبر 4. هيبقى في ديمو ان شاء الله، هيبقى في ديمو للكليننج والشيب. سلام، تسلم يا دكتور هشام، تسلم يا دكتورة سلمى. الله يفتقين، محتاج مذاكرة. تذاكروا براحتكم بقى. لسه في انحناء بزاوية شيبينج، كيف نسوي ايه؟ بنعمل هو يعني الكورس يعني الكورس بيزك اللي انا عامله بتاع الارجنتينا عنده كورس بيزك بس يعني ماشي. هنقول بص يا دكتور، بتحضر الكنال قبل الشويه اللي قبل الانحناء ده بتحضره، يعني بتوصل فيهم مثلا ل 25 تبر فور. وبعد كده، بعد كده بعمل انا عن نفسي يعني، انا عن نفسي بعمل ايه في الحالات الكيرف؟ ببدا اشتغل واحده واحده يعني، اخد 2 مللي من الحناء دول، الحناء دول واحضرهم. خلاص، واحضرهم بدايه بتاعت الانحناء بس احضرها، بحيث ان ايه، الزاويه بتبقى عامله كده 90 اهي. خلاص، لما هتوسعها مش هتبقى 90، هتبقى كده. الانحناء ده هيقل، الزاويه بتاعته بتقل لما بتوسع، بتقل لان الفايل وهو طالع ما بيشيلش من الاوتر وول، بيشيل من الانر وول، فالزاويه دي هتبص تلاقيها قلت، فهتلاقي الفايل كل مره بيدخل اكتر. فهمتني؟ يبقى لما يبقى فيه كيرف كبير ببدا اعمله واحده 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 واحده. عملت الشويه دول ببدأ أكمل كمان 2 مللي وأوسع، أوسع على الأقل فايلين أكبر من الفايل اللي أنت شغال بيه. يعني أنا دلوقتي شغال بفايل 10، خلاص دخل 15 و20، أوسع وبعد كده أرجع تاني أدخل وأوسع وأرجع تاني أدخل وأوسع وهكذا لحد ما أوصل للفول لينس بتاعي. تسلم يا دكتورة هدى، وأنا أشوف الأسئلة من أول. الدكتور ينفع اعمل فاينل ريستوريشن؟ انا عايز اقول النصيحه كمان دلوقتي بمناسبه موضوع فاينل ريستوريشن في جلسه تانيه. بصوا يا دكاتره، انا كان نفسي الناس اللي طلعت من اللايف تبقى موجوده، لان والله النصيحه دي مهمه قوي. احنا قلنا مهم قوي ان انت تعمل سيلينج. يعني ايه سيلينج؟ يعني انا عملت ديس انفكشن، مهم قوي ان انت تقفل المكان ده. الدكتور بتاع السؤال الدكتور بيسال سؤال، ينفع اعمل فاينل ريستوريشن في جلسه تانيه؟ مهم قوي يا دكتور، انا قفلت السنه بتاعتي من الايبكس لحد
فين الاورفس، ماشي. الجزء بتاع الاورفس ده وارد، وارد ان هو نفسه يدخل لك انفكشن تاني، ماشي. طب ايه النصيحه يا دكتور؟ النصيحه ان لو عملت اوبتيوريشن قفل، اعمل ريستوريشن عشان تكمل السيل بتاعك لفوق. طب انا ما عنديش وقت. ما عندكش وقت؟ فلوبل كومبوزيت وقفل بس على الكنال بتاعتك، وبعد كده بقى اعمل بقى كومبوزيت براحتك، واقعد ارسم زي ما ترسم وتعمل كاسبات وبتاع، بس مهم، مهم ان انت تقفل على الريستوريشن بتاعك. طبعا في دكاتره بشوفهم، بس يعني دول بيبقوا طلبه، يخلص الكليننج والشيبنج مثلا يوصل لفايل 30 تيبر فور ويمشي العين ويجيبه جلسه تانيه، يعني يعمل كليننج والشيبنج ويعمل اريجيشن ويمشي العين. انت عملت ايه؟ بتعمل ايه؟ انت محتاج تعمل الريجيشن المره الجايه من الاول وجديد، فاهمني؟ فمهم ان انت ما دام عملت ديس انفكشن قفل، والتقفيل من تحت لفوق. مش قادر تكمل الكومبوزيت وتكمل الليله دي، حط شويه فلو قفل بس على الكنال لحد المره الجايه، خلاص. قلنا بتاع موضوع الزاويه، حالات الباي باس والبرفوريشن اتعامل معاها ازاي، دي يقول ليها لايفات لوحدها، صعب ان انا اقعد اشرح الموضوع دلوقتي، الموضوع اكبر من ان احنا نقوله في كلمتين. جلاد باس يا دكتور بتاع الروتري، في على فكره لايفات موجوده بس مش عارف لينكاتها فين، في الدكتور مصطفى زردق والدكتور احمد ربيعي لهم قناه على التليجرام عليها الحاجات بتاعتي، ممكن تشوفوها عليها. بتاع الروتري ازاي ادخله انا ما اعرفش دول الكنال ولكن ايه. جلاد باس يا دكتور بتاع، ما احنا قلنا انه دينجر، انا ما بستخدموش. جلاد باس بتاع الروتري انا ما بستخدموش، خلاص انا ما بستخدموش. انت بقى انا بقول لك المتاح، ماشي. ان المفروض ان في بري اوبرتيف اكس راي، فانت هتعرف طول القناه من الاستيميتد لينس بتاع الاكس راي، بس انا ما بستخدمش الطريقه دي. طب امتى اقول اقف هنا في تحضير القناه دكتور؟ لما الاقي فيرجن دنتين الدكتور بيتكلم لو في كانال وايد، كانال الوايد بوسع اكتر، خلاص. انا بقف مش لازم يعني اكون مطلع دنتين، يعني مال الفايل دنتين، ماشي. بس مهم ان انت تشوف ان الفايل برضو ما بيطلعش انفكشن، يعني لازم يكون المكان اللي انت شغال فيه ديس، يعني اعمله ديس انفكشن. طيب بقف ازاي؟ بقف على حسب، انا دلوقتي بدخل فايل 10 عشان اشوف الوركينج لينس، المفروض ان فايل 10 ده لقيته ما فيهوش ريزيستنس خالص خالص، ادخل 15 20 30، خلاص. اللي هيقف مع، نفترض ان الحاله اوبن ايبكس والفايل معدي ال 60، هنا قصه تانيه خالص. احنا كل اللايف ده يا دكاتره عن البيزك العادي، ما بنتكلمش في الحاجات الادفانسد خالص، بنتكلم في البيزك، ماشي. التحضير من اي، ايه من اي، من اي ازاي؟ مانوال، مانوال. انا افتكرت ان التحضير من اي، من اي ليه؟ التحضير مانوال، ماشي. التحضير مانوال هتعمل نفس القصه، الفكره ان انت تفهم. انا ما قلتش البريف ليرنج بحاجه معينه، انا قلت لك وسع من فوق. طيب اوسع من فوق، معيش فايلات روتري، وسع بفايلات مانوال، هات فايل كبير ووسع بيه شويه اللي فوق، وبعد كده ادخل ب 10. دكتور انا بعمل بريف ليرنج ممكن يحصل بلوكج في الكلام لان اشتغلت كورونا، بس احنا قلنا ليه شروط، انا ما بضغطش على الفايل فمش هيعمل بلوكج للكنال، انا عامل اريجيشن قبل ما ادخل الفايل فما فيش ديبريس، انا بعمل ستروكس يعني بدخل وبطلع ما بسيبش الفايل معشى عشان خاطر يحصل سيبريشن، فمش هيحصل بلوكج للكنال. تسلم يا دكتور عبد، ربنا يكرمكم ويوفقكم دايما يا رب. معلش ينفع محاضرة الاكسس بتاع قبل كده تسيبها النهارده بس عشان لسه بسمع؟ كمليها يا دكتوره هدى وسيبك من الاسئله، وانا كده كده لسه شايفها، روحي كمليها دلوقتي وسيبك من موضوع الاسئله ده. انت قلت ازاي يا دكتور احدد الكيرف الايه بتاع الكنال ازاي؟ الكيرف بتاع الكنال بحدده ازاي وانا شغال؟ يعني لو في كيرف في الكنال انا مبدئيا بتعرفه، لو انت لو الفايل كمل معاك وعمل الجلايد باس هتلاقيك انت عرفته اوتوماتيك لما تيجي تطلع الفايل. طب الفايل ما بيكملش، روت صار اكس راي بقى، فهيبان في الاكس راي ان في كيرف، انت بتصور اكس راي الفايل واقف فهيبان ان في كيرف، فتعرف ان على اللينس ده الكيرف بدايته هنا، فابدا اوسع من فوق وبعد كده اكمل. دكتور مفتاح عامل لي سؤال، عامل لي استفهام مش عارف بيسال على ايه، معلش. مانجمنت بتاع الليج، في دكاتره لايفات قديمه والله صعب ان انا اقعد اتكلم على، يعني خلونا في موضوع النهارده، في لايفات قديمه ابعت لي يا دكتور اسامه، ممكن ابعت لك لينك لايف قديم عن الليدج والبروكن فايل، لما يكون في روتري فايل ريزيستنس، لما يكون في روتري فايل ريزيستنس ايه الحل؟ انا استعمل كتير اريجيشن روتري فايل ريزيستنس. انت عامل جلايد باس، يعني انت بتعمل جلايد باس
والفاير في ريزيستنس، ولا انت مش عامل اصلا بالنسبه للفلور بتاع البلب تشامبر والكنالز بعد الاكس؟ بيبقوا مش واضحين ابدا. تعمل ايه من غير الصوديوم عشان تودع الرؤيه والكنالز بتبقى واضحه؟ بص يا دكتور، الفلور بتاع البلب تشامبر ده ما يبقاش واضح في كام حاله بس كده. مبدئيا بير واشتغلت بيها فيه، ما تستناش معالم، انت شلتها. اكبر حاجه بتضيع منظر الفلور ان انت تشتغل فيه ببير راوند بير بقى، اي بير خلاص هتضيع ملامحه خالص. الحاجه التانية انك تكون ما وصلتلوش اصلا. في دكاتره بتعمل فتحات في الكنالز وشايبر وسايبر الروف من فوق، هو في دماغه ان ده، لكن انت لو شلت الروف بالكامل وعملت بالالتراسونيك نضفته وعملت ريفايننج، صدقني بيبقى واضح، يبقى واضح الا في حالتين، خبطت بالراوند بير او باي بير، والحاله التانية ان انت بتيجي بتدخل في الكنال وسايب الروف من فوق. تسلم يا دكتوره بسان، ربنا يكرمك يا رب. دكتور، هو معظم الكروس سيكشن فور كنال بيكون اوفر ولا بيكون في توس معينه؟ لا، الكروس سيكشن ده في حالات معينه، حاجات بسيطه يعني، ممكن مثلا ساعات الديستال كنال في اللور 6 لما تبقى كبيره قوي، او الباتر كنال في الابر 6 لما تبقى كبيره قوي، لكن في العادي الكنال يبقى الشغل عادي يعني. معدل دكتور محمود مش عارف والله، مش واخد بالي يا دكتور مرتضى. طب امتى اقول اقف هنا في تحضير القناه دكتور؟ لما الاقي ماشي، مش قلنا ده قبل كده؟ البري كيرف بعمل في كل فايل 10، حتى لو الكنال ستريت هو هيتعدل بقى لما تطلعه تلاقيه معدول. البري كيرف ده بعمله في كل الحالات خلاص. انا بعمل بري كيرف ليه يا دكاتره؟ عشان لو في كيرف الفايل ما يتفاجئش فيعمل لي ليدج او يعمل لي اي مشاكل. لو في كيرف هيمشي معاه، ولما اطلع الفايل هلاقي الكيرف لسه موجود فيه. لكن انا لو ما عملتش الكيرف، لما هاجي ادخل الفايل مش هيمشي، مش هيمشي بالكيرف اللي موجود. تسلم يا دكتور موسى. كيرف يا دكتور بتاع كنال ماله؟ طيب الكيرف بتاع الكنال امتى اقول اقف؟ يعني 15 10 15 و20 وبعدين يعني مانوال وبعدين؟ لا، ما بعملش 10 15 و20، هو احنا هنقعد طول النهار في ليه كل الفايلات دي؟ هو بريف ليرنج وفايل 10 وبعد كده فايل 15 20 20 تبر 4 25 تبر 4 30 تبر 4، ده معظم شغلي كده. التاني ده بالنسبه للسيفير، احنا قلنا السيفير كيرف درود بقى بنعمله خطوه خطوه واحده واحده. تعرف ان عملت بيرفوريشن او ان دي كانالز اكس ايه اكسسوري يعني دكتور، ازاي اعرف اني عملت بيرفوريشن او ان دي كانالز في اكسس؟ البرفوريشن بمجرد كل ما تدخلي فايل هتلاقي فيه بليد. الابكس لوكيتور هتبص تلاقي زيرو زيرو على طول، تيجي تدخلي في الكنال واكتر حاجه بيجيبها الابكس لوكيتور. هتدخلي الفايل هيجي يدخل هيخش في تيشو، هتبص تلاقيه بيزمر لك من فوق، فهتعرف ان ده برفوريشن مش كنال. ماشي، لو الموضوع من فوق البرفوريشن فوق، اكتر حاجه هتوضح لك هي البتاع ده. ثواني اوصل البتاع الابيكس لوكيتور. لو او زي ما حضرتك قلت اقف لما الاقي الدنتين ابيض، ماشي. هل في طريقه تانية ان اعرف الكيرف بتاع البري اوبرتيف الفايل نفسه؟ احنا قلنا الفايل لما يدخل في الكنال هيديك، لما تيجي تطلعه فايل 10 هيديك ان الكنال كيرف. حاضر دكتور، لو عندك سن طوله 9 ايه 39 ده كده طالع في مناخير واضح. دكتوره 39 ايه 39؟ اصل الروت هيبقى واصل لفين؟ طيب يعني هنا يبقى نازل من المانديبل وهنا يبقى في عينيه، يعني مش عارف 39 ده. لا مش هتلاقي حاجه كده، مش هتلاقي 40 مللي يعني 2 سم. لا كتير، 2 ايه 4 سم. لا كتير يا دكتور ابو شرف. هحاول اخر مره اعمل ريبلاي ان شاء الله تشوف السؤال. لا ما تعملش ريبلاي يا دكتور صوفيا، ما هو المشكله ان انتوا في دماغكم. انا فاتح من الفيسبوك، انا فاتح من ستريم، انا بشوف الكومنت بس ما بشوفش ريبلاي خالص. ابعت لي الكومنت نفسه، حتى لما حد بيرد على حد ببقى انا تايه، انا مش عارف اعمل ايه. لو سمحت سيب اللايف
انا لو هقفل خمسه، الدكتور بيقول هحمل اللايف، الدكاتره ما عايزينكم حد يحمل اللايف، معلش. انا لو هقفل 25 تيبر 6 فبديله 30 تيبر 4 ابتدي بيهم عادي يا دكتور، صح كده؟ ارفس اونر. اه بالظبط، لو هقفل 25 تيبر 6 اشتغل ب 20 بقى، 20 حلو، 20 تيبر 5 ده حلو، 20 مش 25. لو النيدل اتحشرت مني في الكنانة بعمل اريجيشن، اعمل ايه في ستريس كده؟ بقت ما يبقى ما وسعتش صح؟ لا، ما الاريجيشن لو اتحشرت طلعها، ما تعملش اريجيشن، لازم تبقى يعني سايبة في الكنال، مش شرط ما وسعتش يعني ما عملتش بريبريشن كويس بالفايل. لما بكتب زوايا، او ممكن النيد اللي انت جايبها مضروبة، يعني انت جايب صيني جيب اي حاجة. لما بكتب زوايا الفايل في الروتري للكنال، ازاي اقدر احدد اني كاتبهم صح نسبة كبيرة عشان الريفيرزد والفورورد انجل؟ زوايا الفايل، احنا بنكتب للفايل السبيد والتورك، السبيد والتورك، نكتب للفايل السبيد والتورك، ودايما الكتات على فكرة بيبقى فيها نصب، يعني ما بيبقاش مكتوب مظبوط، يعني انا بغير دايما. لما بوصل لجلايد باس وادخل فايل 10 لحد نص الميني، ببدأ استخدم الفلات الأكبر على الإيبكس. مش فاهم حاجة الكتابة الإنجليزي في العربي دي. لما بوصل للجرايد باس وأدخل فايل 10 لحد بعد الإيبكس بنص ميني، ببدأ استخدم الفلات الأكبر على الوركينج لينس، صح؟ هل بستخدم روتري فايلز بعد فايل 10؟ اه بستخدم روتري فايل عادي خالص، ما انا موسع اصلا بروفيس بفايل 25 تيبر 4، ايه المشكلة اما ادخل بقى فايل 15 مثلا؟ روتري جلايد باس، عامل بس روتري جلايد باس، انا بعملش روتري جلايد باس خالص. دكتور احنا في الكيرفد روت كانال بنقسمها على مرتين وبعدين روتري وبعدين نرجع مانوال وبعدين روتري، ليه يعني؟ ليه؟ لا يا دكتور انا ما بعملش كده، انا دايما الفايلات المانوال اللي بستخدمها اخري خالص 10 15، وفي الحالات العاديه عموما 10 خلاص، 10 وبعد كده روتري خلاص، لكن يعني قليل خالص لما بستخدم فايل 15 لو فايل روتري مش جايب معايا، يعني انا بدخل بفايل 10 بيجيب في الكيرف مثلا 2 3 مللي وفايل 15 وفايل روتري ما بيجيبهمش، فبدخل فايل 15، لكن ما بعملش ليه الفايلات دي كلها؟ ألف شكر لحضرتك، تسلم يا دكتور، تسلم. ما تقولش إن الدكتور دكتور في كفر الشيخ شكله بيحب يساعد. لا ما تحملوش اللايفات يا دكتور ماهر، بعد إذنكم أنا أقول لكم ما تحملوش اللايفات. تسلم يا دكتور إسراء، إن لازم منور 10 وبعدين أرجع روتري ومنور 10 وروتري تاني، ده في حالات الكيرفت. اه بالظبط كده، بالظبط اه في حالات الكيرفت بعمل كده اه، وممكن استخدم 15 لو لقيت فايل الروتري ما بيدخلش معايا في الكيرف فهوسع له شويه بالمانوال، يعني كان ميكانيكال بريبنيشن يتعمل على روتين في حالات بالظبط اه، كان ممكن يتعمل على مرات مش على مرتين، يتعمل على مرات. حبيبي يا دكتور عبد نورك. احنا قلنا الكلوروكسيدين والايديت اي سوليوشن الاثنين نفس القصه، الاثنين بيشتغلوا على ان اورجانيك، كل الحالات بستخدم فيها اورجانيك وان اورجانيك، فالموضوع اوبشنال، يعني انت عايز تستخدم الكلوروكسيدين تمام، عايز تستخدم الايديت اي سوليوشن تمام، بس الكلوروكسيدين بيقولوا فيه ميزه يعني في نوع بكتيريا معين هو اللي بيقدر عليه. لو انا شغال انجل بكتبها من هذا الكنال، بص يا دكتور ريفيرز وفورورد دي مش الـ يعني مش الانجل، الانجل دي نبدأ نتكلم عليها في الريسبريكيشن، لكن هنا دي الطريقة بتاعت الفايل في الشغل، هل هو ريفيرز لما يحصل لما يبدأ يوصل للترك بتاعه هيرجع ولا هيكمل؟ هي دي فكرة ريفيرز وفورورد، يعني ده طريقة استخدام مش زاوية.
فاهمني انا اقصد ايه؟ دكتور محمود، دكتور احمد حط لكم نوع البكتيريا اهو. ماشي، تسلم يا دكتور احمد. في حد عنده اي سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ بتنسي فايل 10 افضل ولا 8؟ انا بستخدم فايل 10، فايل 8 ده مبستخدموش خالص. يعني فايل ما يعني ما بيستحملش اي حاجة ومش لطيف يعني. دكتورة علاء، انا والله نفسي اجاوب بس للاسف يعني تبقى دعاية. انا معلش هستأذنك مش هجاوب على السؤال ده. يا دكتورة بتسأل ايه افضل كيت روتر استخدمه؟ بصوا عايز اقول لكم على حاجة برضو، السؤال ده ما ينفعش حد يجاوبك عليه بأمانة، لازم انت تجرب، لان ممكن كيت انا بستخدمها كويس ما تبقاش كويسة معاك. يعني ايه؟ ايدك مش زي ايدي، ايديك مش بقول ان انا احسن او، بس اقصد ان كل واحد في كيت معينة هتبقى مناسبة ليه وكيت هتبقى لا. في واحد ايديه تقيلة شوية، في واحد ايديه خفيفة، فكل واحد طبعا. في كتات بتبقى نظيفة وفي كتات بتبقى زبالة، بس انا اقصد ممكن كتين كويسين، يعني دي كويسة ودي كويسة، تلاقي حد بيشكر في دي وبيقول دي في دي زبالة، وحد بيشكر في دي وبيقول في دي زبالة. الموضوع راجع برضو لإيديك وطريقة استخدامك. أنا مش هقول رأيي في فايلات معينة. دكتور لما أعمل ريفليرنج فايل 25 تبقى فور، كام التورك والسبيد؟ على حسب الفايل دي بقى، بتعرفها من الكيت اللي أنت شغال بيها، مش أنا اللي بقول. مش أنا اللي بقول. على ايه يا دكتوره؟ لا ده انا ما جاوبتش اصلا. انا ما جاوبتش على السؤال، بس هو يعني زي ما قلت، اولا انتوا هتعرفوا اللي انا بشتغل بيه في اللايف الجاي، لان انا هشتغل بيه يعني كده كده هعمل لكم ديمو، فالفايل هيبان يعني. طبعا انا عارف ان فيكم ناس كتير مستنيه الديمو بتاع السنة بتاع الزهرة، ان نعمل لها كليننج وشيبنج، صح؟ طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ اللايف طول قوي، انا كنت بقول هنطلع نتكلم نص ساعة في الخفيف ونتكل على الله ونقل. ازاي بتعدل في التورك اللي على الكت؟ عادي بعملها على الجهاز عندي، يعني بقلل عادي. لما انا جربت مثلا الكت دي ولقيت ان التورك ده انا اللي محطوطها دي بتكسر، خلاص هقلل. هقول لكم بقى على الجروبات، الناس اللي متابعه اقول لهم على الجروبات. وضعك بيشوف الريجيشن بتعملها مره واحده فقط قبل الاوبتيوريشن. قبل ما بعمل الاوبتيوريشن انا كاتب في الستبس بعملها مرتين، ده لو الحاله فايتال. لو الحاله ده فايتال بقى، يعني الدكتوره تقريبا ما شافتش اللايف كله، بكرر السايكل دي مرتين او ثلاثه على حسب بقى الحاله. جدع يا دكتور مهند، عدال الدكتوره. الدكتوره دينا اولى بيه، قالت لك عايزه ورد من بتاع من بتاع النبات ده، عايزه ورد نبات مش عايزه اسنان. بعمل اريجيشن قد ايه بالصوديوم؟ قلنا بنعمل طول ما انت شغال بتعمل اريجيشن، وباجي في الاخر بحط الصوديوم واعمل له اكتيفيشن دقيقه، وبعد كده بغسل، وبعد كده اديت اي سوليوشن، وبعد كده بغسل بسلاين، وبعد كده صوديوم واكتيفيشن لمده دقيقه، وبعد كده بغسل بسلاين، وبعد كده على حسب الحاله بكرر السايكل دي، يكررها مرتين او ثلاثه، بس في العموم اقل حاجه بعملها مرتين، في حالات بعملها ثلاثة. عادي بقى الكلام اللي بيجي في الاخر، يا ريت يا دكتور تسيب اللايف. عموما اللايف ده هسيبه يوم، ماشي؟ اللايفات اللي فاتت هتتمسح كلها، ويا ريت ما حدش يدون حاجه، معلش يعني انا بستاذنكم، ما حدش، انا سايبهم. انا كان يعني انا في كان ممكن اعمل اللايفات دي في حاجات تقدر تخلي ما حدش يدون، يعني محدش يحمل حاجة،
بس انا قلت ايه، هقول لكم محدش يحمل، وانتوا بقى ايه برضو محدش هيحمل حاجة ولا يدون حاجة، بس وانت اقدر اخليها على في حاجات مواقع بتخلي ان انت ما تقدرش تسيف حاجة يعني. تسلموا يا دكاترة. انا والله كل اللي بتمناه ان انتوا تكونوا بتستفادوا من الحاجات اللي من اللايفات اللي احنا اللي بعملها لكم دي، وتكون بتفرق معاكم يعني، يكون الموضوع بيفرق معاكم. فاتمنى انكم تكونوا بتستفيدوا رقم واحد، وان الموضوع يكون بيفرق معاكم. وانا مش طالب منكم غير انكم تدعوا لنا بس وخلاص، دايما لما بنزل لكم اي حاجه بقول لكم دعواتكم بس. انا ما رضيتش اخلي اللايفات في اماكن ما حدش، يبقى الموضوع غصب عنك انت ما تقدرش تعمل حاجه اصلا وسايبها لكم. بس مشكله المواقع دي ان لو حد مثلا عايز يتفرج عليه كمان ساعه ولا كمان نص ساعه مش هيعرف. فانا استوليت الفيس بحيث ان انتوا تقدروا تشوفوه، بس في نفس الوقت ما حدش يحمله يعني، ما بقاش انا طيب وانتوا اشرار. تسلم يا دكتورة آية، ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم يا دكتورة وفاء، تسلم يا دكتورة علاء، تسلم يا دكاترة والله، تسلم يا دكتورة أحمد، الدكتورة أو الدكتور آلاء ولا آلاء؟ علاء قصدي ولا آلاء؟ لأن أنا مش عارف. تسلم يا دكتورة كندة، تسلمي ربنا يكرمك. تسلم يا دكتور اسكندرية أو أليكس، ده اسمك مش عارف. تسلم يا دكتورة. ترى أنا ياخد كورس، ياخد كسر عشان نعمل كورس ادفانسد، ماشي ياخد. بس هي كان حلاوتها في أول مرة بس، وبعدين أنا كنت برمي كلام في الأول، كنت بقول مش هياخدوا كأس العالم يعني، بس أهو يلا الحمد لله. تسلمي يا دكتورة عراق، أهلا بيكي وكل أهل العراق وليبيا والدول العربية تما يعني. مش عارف مين تاني بيتابعنا منين، بس أنا شفت ليبيا وشفت العراق. حاضر يا دكتور مهند، بس يعني والله أنا ما بقيتش عايز أنزل حالات كل ما بنزل حالات بيحصل مشاكل، فالواحد بيقول بقى إيه نعينا وخلاص. في حد بعت لي؟ حاضر هخلص اللايف وابص في الرسائل اللي على الماسنجر. حاضر، اهلا بالعراق يا دكتورة هدير ودكتورة آلاء. طيب تؤمروني بأي شيء تاني؟ نكتفي بهذا القدر. عموما اللايف هيستنى 24 ساعة اهو، 24 ساعة. اللايفات اللي فاتت هروح أنام وأمسحها الصبح، بلاش دلوقتي عشان في دكاترة قالوا لي إن إحنا بنسمعها دلوقتي خلاص. واللايف ده هسيبه 24 ساعة، محدش يبعت لي بقى يقول لي فين اللايفات يا دكتور كده الحوار إيه يعني. أنا تمام خالص، هو أنا سبته لكم براحتكم خالص. دكتورة مروة بتقول لي بتمسحهم ليه يا دكتور؟ كان في بقى بتاع كوميكس كده عارفه، بتاع سوكا دي بتقول كيف كده انا عايز امسحه، هو مش لده السبب يعني، بس انا قلت كذا مره. ف يعني في ناس ممكن تاخدهم ويتباعوا ككورس، فانا يعني نعملهم كده يعني. فبرضو عشان تسلم يا دكتورة وفاء، ربنا يكرمكم. لو في سؤال ابعته لحضرتك. طبعا يا دكتورة اتفضل. في الدكاترة معظمهم بيبعتوا أسئلة يعني، وأنا بحاول يعني قدر المستطاع أتأخرش على حد خالص يعني. قلبك والله فعلا يعني، أنا كنت قايل اللايف اللي فات بتاع الديمو بالذات همسحه بعد ساعة، سبته أسبوع يعني، مش عارف إيه أكتر من كده يعني. أصل اللي هيعمل سيف لللايف ويسيبه أسبوع ما يشوفوش، طب هو مش هيشوف خلاص، ما يلزموش بقى يعني. اللي عايز يذاكر وعايز يشوف وعايز يستفيد ما يتفرج يعني، انت معاك وقت اهو. تسلم يا دكتورة كندة، ربنا يكرمك. اشوف دكتور مهند شاط فاهم ماشي يا دكتورة مروة، بس احنا برضو ما نسيبش فرصة يعني. عموما انا زي ما قلت يعني، انت عايز تشوف حاجة
حاجه موجوده وفتره طويله. يعني انا ما بمسحش الحاجه وقتي، في دكاتره بيخلص اللايف ويمسحه، انا ما بمسحوش، انا بسيبه لك في وقت طويل. يعني اللايفات اللي فاتت احنا اول لايف معمول تقريبا من شهر، فاللي ما شافوش ده كله عايز ايه؟ يعني سيبه له ايه؟ سيبه له العمر كله؟ يعني اللايف موجود من شهر، واللايف اللي بعده موجود اسبوعين ثلاثه، واللايف الاخير موجود من اسبوع. احنا اللايف اللي فات كان يوم الجو، كان يوم السبت اللي فات لايف الديمو، ماشي؟ النهارده اسبوع، فخلاص بقى هبعت لكم على جروب الواتس ان شاء الله. هستأذنكم وتصبحوا على خير، واللايف موجود 24 ساعه، واللايفات اللي فاتت كلها تتمسح الصبح، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.